مرحبا. Entretien sur l'art. كما قد يوحي بذلك هذا العنوان، هي سلسلة من الحوارات حول الفن مع مجموعة من الفنانين المغاربة المرموقين والنقاد والمهتمين والفاعلين في ميدان الفنون التشكيلية في المغرب. هي سلسلة تتوخى إثارة النقاش حول مجموعة من القضايا الشائكة المرتبطة بهذا الميدان، وكذا ترسيخ وإغناء الثقافة الفنية لدى شرائح واسعة من المجتمع المغربي، كي لا يبقى هذا المجال محصورا في دوائر وإطارات ضيقة، وكي لا يظل نخبويا إلى حد ما كما ينعته البعض، وكي يتم تبديد الغموض الذي يلفه من وجهة نظر جل المتتبعين له، أو بالأحرى جل الذين هجروه أو يهجروه من المواطنين باختلاف مستوياتهم الدراسية والثقافية والاجتماعية. Entretien sur l'art هي سلسلة ولدت خلال فترة الحجر الصحي، لكنها لا تسعى للحديث عن الفن في زمن كورونا. هو فقط محور من المحاور العديدة التي سيتناولها كل لقاء. ضيفي الأول هو الفنان بوعبيد بوزيد. لمن لا يعرفه فهو فنان تشكيلي من مدينة تطوان، وأستاذ الرسم وتاريخ الفن والحضارات بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان منذ عقود. هو المدير السابق لمركز تطوان للفن الحديث، وأحد أبرز مؤسسيه، مهتم بالتاريخ عموماً وبتاريخ الفن خصوصاً وتاريخ تطوان، وباحث في التراث أيضاً، وله هواية متعلقة بالفن سنعود لها بعد قليل. تجربته الطويلة في مجال الفن ممتدة لأزيد من 40 سنة، واهتماماته المتعددة وقلقه الفني والفكري الدائم وروحه المرحة تجعل الحديث معه طويلاً ودقيقاً وعميقاً وشيقاً وممتعاً. كنت أتمنى إجراء هذا الحوار معه في ظروف أفضل وبإمكانيات تقنية أجود فيما يتعلق بالصوت والصورة، إلا أنه بقدر ما فرض علينا الحجر الصحي إكراهات نتعايش معها قدر المستطاع، فهو قد منحنا الوقت الكافي للتأمل والتفكير والتقييم والإبداع. سنتوقف في هذا الحوار عند مسار بوعبيد بوزيد الفني والمهني قبل تناول بعض القضايا الفنية الراهنة والإشكالات الجمالية الأساسية. أشكر في البداية ضيفي العزيز الفنان والأستاذ بوعبيد بوزيد على قبوله الدعوة وترحيبه بالفكرة رغم الظرفية الاستثنائية وارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. سي بوزيد مرحبا بك وعواشر مبروكة. باش نتعرفوا عليك أكثر غادي نبداو بتكوينك الفني في المغرب ثم بأوروبا، تفضل. أهلا وسهلا. بداية أود أن أشكرك على هذه الفكرة الجيدة، وإن كان هي كتجي في واحد الظرفية اللي هي خاصة، وهذه الظرفية الخاصة هي اللي غادي تعطينا الخصوصية لهذا الحوار، لأن لو كنا ما كناش في الظرفية الخاصة غادي يكون عندنا الحوار بطريقة أخرى. رمضان، ظروف رمضان، ظروف ديال الحجر إلى آخره، فهاد السياق هذا كامل كيجي هذا الحوار. بغيت تفهم بأن الحوار راه عنده هاد اللبوسات هادو كاملين هي اللي غادي تعطي هاد الأوريجيناليتي هاد الأصالة ديالو. فكما تعلم التحقت معهد المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في تطوان سنة 1972، والتحقت بواحد الطريقة اللي هي غريبة، لأن أنا كان عندي ثلاثة ديال الاختيارات في حياتي، واش نمشي
ندرس تاريخ، واش ندرس الرياضه نكون كاستاذ ديال الرياضه، وندرس الفن. بالنسبه لذاك الوقت هذا كان الكلام على الالتحاق بالمدارس ديال الفنون الجميله، كان كلام اللي لان كان هناك الكثير من الفرص ديال المستقبل، فرص ديال العمل، وكان الفكره ديال الالتحاق بالفنون الجميله كانت فكره غير مربحه. ولكن رغم هذا الاختيار ديال الدخول الى الفنون الجميله كان هو الاسبق، وكان هو اللي عنده البريوريتي، نظرا لان قبل من هذه الظرفيه ديال الدخول للفنون الجميله كنت درست بلاتي تسمح لي حقيقه الله يرحم الله. لا تمشي معك واخا، تفضل كمل. اذا التحقت الفنون الجميله في عام 72، ووجدت الفنون الجميله واحد المؤسسه، رغم انني كنت من مدينه ديال تطوان، بحال اللي اكتشفت ذاك المؤسسه. اول شيء اللي هو شوكاني او صدمني هو ذاك العدد ديال التماثيل اللي كانوا في لي كولوار، وبقيت كنحس براسي بانني ماشي في المغرب، انا في شي عالم اخر. وذكرني بزاف ذاك العالم ديال اليونان والرومان، ذاك الفنون الكلاسيكيه الى اخره. المهم دخلت الفنون الجميله، لقيت اهم الاساتذه اللي جاتوا في التاريخ ديال الفنون الجميله، انطلاقا من محمد السرغيني الى اصغر فنان اللي كان موجود في ذاك الوقت، هذاك هو احمد العمراني. كاين واحد القضيه اللي هي مهمه كذلك لحقتها في الفنون الجميله، هي اخر استاذه الجيل الاول، اللي هو جيل هذيك قررت نوصل الاول. هذاك هادشي هذا باش نقول لك واحد القضيه اللي هي مهمه، وانني عاصرت جميع الاجيال ديال الفنون الجميله، انطلاقا من هذيك الاسبانيا اللي قررتني. فدرسوني كذلك هذوك الفنانين الكبار اللي قلت لك، كيم غارة والسفاج وبن عيسى الى اخره، عرفت فنانين شباب. هادشي هذا كامل، الزخم هذا كامل، عطاني واحد النظره، واحد النظره خاصه ديالي. المهم فنون جميله في 72، من بعد السنه الاولى ديال الاعدادي خديت الشعبه ديال التصوير، درست عامين في التصوير. وطبيعة الحال كانوا عندنا اساتذه اللي هما مهمين جدا، مواد تطبيقيه نذكر منهم بالخصوص عبد الله الفخار ومكيم غاره. هاد جوج ديال الناس هادو هما يمكن نسميوهم كانوا العمود الفقري ديال المعهد ديال المدرسه ديال الفنون الجميله، وطبيعه الحال تحت الاداره ديال محمد السرغيني. فالثلاثه ديال الشخصيات كان لهم الفضل الكبير في تخرج اهم الفنانين من 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 استقلال المغرب الى عام الى حتى البدايه ديال المعهد ديال الفنون الجميله في 93. هذه المرحله هذه كانوا هما الثلاثه هما كانوا الابطال ديالها، بحيث عبد الله الفخار كان احسن استاذ ديال الرسم اللي ديال المغربي، كان احسن استاذ صباغه في التاريخ ديال المغربي، نظرا لان هاد الناس هادو قراو في مدرسه الحمايه بواحد المستوى عالي تقني، وبقاو 10 سنين في اسبانيا، درسوا في مدريد ودرسوا في سيبيا، وجاو بواحد التقنيه اللي هي عاليه جدا. وهاد التقنيات العاليه اللي اكتسبوها هما شبعونا بها، كنا محظوظين جدا لقنا هاد الناس. من بعد 75 كنت الدراسه حصلت على واحد المنحه اللي مشيت ندرس في الاكاديميه رويال بوزار في بروكسل، اكاديميه ملكيه للفنون الجميله في بروكسل. وحتى ملي مشيت بروكسل باش عرف التكوين ديالنا كيفاش كان عندنا امتحان فيه 5 ايام. انا النهار الثالث جاوني عندي قالوا لي بالسلام عليك، والنهار اللي مشيت باش ناخذ تسجيل باش ندفعون السفاره باش يعطيوني مين حاجه، جبرت في التسجيل ديما انا ما دخلتش البروميير انا. فما كنبغيش نقول بانني نكون ممتاز في السباق، ونحن ممتاز ذاك الجيل اللي كنا بخصوص التقنيه والقضيه، ونحن كنا ضعاف. لان واحد النهار جات عندي الاستاذه ديال الصباغه، وكانت واحده من الفنانه كبار ديال بلجيكا، قالت لي فين الخدمه ديالك وفين صاحبك؟ قلت لها ديالي هاد صاحبي، قالت لي انت وصاحبك خدمه واحده عندكم كيف كتخدموا ممتازين، ولكن ما عندكمش واحد الخدمه عندهم شخصية كتعلمكم ممتازة. قالت لي انطلاقا هذا النهار نجي نشوف الصباغ ديالك،
شوف الصباغه غير صعبك. قالت لي واحد المشكل كبير بزاف، قالت لي لا بغيتي تحلو عندك ثلاثه ديال الحاجات، متاحف وقاعات المعاصره، عندي ثلاثه ديال الحاجات باش تعرف راسك شنو راك كتعمل. هاد السيده هذه هي اللي كانت السبب الرئيسي باش مشيت انا كنفتش على الكتيبات، كنشري الكتيبات وكنقرا لي سوار دولار، وهي كانت السبب باش كنمشي لي ميوزي. ماشي كنمشي لي ميوزي باش نعمل داك الدوره السياحيه، باش نعمل الدوره الوثائقيه. وكذلك كان عندي كل نهار السبت في العشيه كنمشي لافينو لويس، واحد الشارع كبير معمر بالجاليري، وكنشوف المعارض المعاصره اللي كاينين في ذاك الاسبوع هذاك، وكنحضر اغلبيه الافتتاحات، وكنتلقى الفنانه وكنتناقش معهم وكنشوف الاعمال. تما ديك الساعه بحال شي واحد اللي ما يقول لك عطاني شي صفعه وفيقني من الناس، خلقت لي مشكل، وهذاك المشكل باقي مستمر حتى الان. المشكل هو ان الفنان خص يكون واحد الانسان ودائما يعني يتطور غادي يموت، يعني من لا يحصل معلومات جديده لا يتطور، ومن لا يتطور يموت. فهذه بالنسبه لي انا كنظن هي النقطه الفاصله بيني وبين واحد مجموعه الاصدقاء اللي كانوا كيدرسوا معايا. وكذلك كانت واحد النقطه مفصليه في حياتي، بعد ملي كملت الدراسه التحقت في المغرب في اطار الخدمه المدنيه، لاحظت كاستاذ ديال التربيه التشكيليه في مدينه طنجه. بالضبط. اذا من بعد التكوين ديالك غادي ترجع غادي تبدا مسار ديالك الفني، ولكن كذلك غادي تبدا مسار ديالك المهني كاستاذ. استاذ كنظن منذ بدايه الثمانينات. اذا غادي تحدث لنا على المسار ديالك، المحطات الاساسيه ديالو، وكذلك المواد المدرسه، لانك ما قريتيش نفس الماده منذ التعيين ديالك في فنون الجميله في تطوان الى الان، كان واحد التطور. عاد باش غادي توصل لنا من بعد لهذا الانتقال ديالك للتدريس بالكليه. يلا تفضل. شوف في البدايه ملي دخلت المغرب خدمت اذا من بعد الدراسه ديالي في بروكسل، طبعا حال حصلت على دبلوم ديال الصباغه ودبلوم ديال الرسم، ودرست كذلك حتى تاريخ الفن. قدرت انني نرجع للمغرب، لان صراحه لو كان كنت مشيت ندرس في شي دوله اخرى ربما كنت غادي نبقى فيها، ولكن بروكسل او بلجيكا والمناخ ديالها ما والمنيش. حنا سانسنا دي ميديترانيان، سانسنا متوسطيين، كنشوفوا السما زرقاء والالوان وداك الشيء. في بروكسل هذاك الشيء ديال العالم ديال الالوان وداك الحياه اللي كنعيشوها حنا في الميديتراني ما كايناش في بروكسل. بروكسل مدينه مزيانه، ولكن انا العينين ديالي ترباو في المغرب على الوان واشكال وخطوط جديده. فاول حاجه عملت رجعت للمغرب. كان المفروض مدنيه، يعني خدم عليم كاستاذ ديال التربيه التشكيليه في اعداديه ابن الابار في طنجه. نعم، كانت بالنسبه لي هذاك العام هذاك هو كان ممتاز في طنجه. الخدمه المدنيه. ومن بعد العام اللي وراه التقيت. نعم. غير بعض المرات كيتقطع الصوت، انا كنكمل داك الشيء اللي تقطع فيه الصوت. ركز هضر على الفتره تاع الخدمه المدنيه. كمل. ايوا. من بعد العام الثاني درست في ثانويه جابر بن حيار في تطوان. ملي كملت داك العامين هذوك وجدت بان انا ما نصلحش ندرس في التعليم. التعليم كيخصو ناس ديالو اللي قراو لا بيداغوجي ديال التعليم. انا قريت فنون جميله، عندنا اللي دخلوا مدرسه سبيسيال او دخلوا للبير وداك الشيء راهم قراوا لا بيداغوجي، فندخل القسم مادام ما كنتش مسلح بيداغوجي باش تقري تما. فهنا فكرت انني ندخل للفنون الجميله. دخلت فنون جميله، المدير اللي كان في ذاك الوقت كان محمد السرغيني. هو النهار الاولي دخلت لعندو دخلت غير هكا باش نقول له راني بغيت نخدم، ولكن ما عملت حتى شي حاجه، حتى شي ورقه ما كانت عندي رابحه. عرفت شنو قال لي علاش التحقتي بالتعليم؟ علاش ما جيتيش عندنا مباشره؟ انت واحد 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 الاستاذ او واحد الانسان اللي عندنا بك الغرض. وانا كان علي انا كان كيعرف كيفاش كنت كندرس الثانوي، خصوصا انني كنت كندرس بنتو سنه اللي هي فنانه كتعاود له. قال لي انت كان كيخصك تكون معنا في الاول، حتى الطلب ديال الوظيف والله ما كتبته انا. جبار حنا راسو
كيكتب 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 كيكتب، عطيني ورقه قال لي هذا الطالب كتبوا لي وجيبوا لي غدا، فهمتي؟ باش تعرف ما عرفش. من بعد رجعت بين نعم المؤهلات والسمعه ديالك كانت سبقت هي لك. لا انا المؤهلات ديالي هو انا ضد الكسل، هذا هو المؤهل الاولي ديالي، هو العمل الخدمه كيسير، فهمتيني؟ ما كنرحمش الوقت، الوقت كيتشكى مني الوقت، انا عدو ديال الوقت الضايع، يعني كما كيقولوا لا باطي. انا غادي نجيو لهاد القضيه هذه. نعم يلا دابا المواد اللي درستي في الفنون الجميله. الو تسمع شنو غادي نقول لك. الفنون الجميله من الفنون الجميله عليا الصغيري قال لي ثلاثه ديال الحاجات غادي تعمم: حارس العام باش ما يبقاش هو بواحد الثقل، قري تاريخ الفن عنده واحد الاستاذ اللي هو السفاج بدكيعيه تبقي صغير، والنقطه الثالثه تقري لي التاريخ هو كان ذكي كان كيقول هاد بزاف ديال الكونتومبوران اللي مصبوغ بالصبغه الغربيه خصني نطعمو بشويه ديال التراث المغربي. الا سمحتي هذه الثالثه كنتقطع فيها الخط الصوت، شنو هي المساله الثالثه؟ الثالثه هو ندرس التراث المغربي، ندرس التراث المغربي وبالخصوص الخط، بالخصوص بديت بالخط العربي، التاريخ ديالو والانواع ديالو والتقنيات ديالو، وكنت كناخذ الطلبه حتى ندرسها باش يطلعوا عليها. يعني محمد السرغيني كان كيشوف بان الطلبه كيستافدوا بزاف من الفنون الغربيه، ولكن الفنون ديالنا المغربيه كيعانيوا من النقص. انا ديك الساعه كنت باقي شاب وباقي متحمس والى اخره، هادشي كامل عملته حتى وصل واحد الوقت ظهر واحد السيد اللي رجع ناظر في الفنون الجميله، هو المرحوم محمد علي نخشى. علي نخشى كان استاذ الرسم ومن بعد رجع ناظر. ملي رجع ناظر ديك الساعه طلبت منه طلبت منه نستقل من الحراسه العامه، بقيت غير استاذ. اذا بقيت استاذ ديك الساعه تاريخ الفن وديال الرسم وديال الخط العربي والفنون التراثيه، بقيت بهاد الشهاده. ومن بعد بديت ديك الساعه كيدخلوا اساتذه جداد، لو كيدخلوا اساتذه جداد دخل ديك الساعه بودريسه وليسفي عطاهم الرسم، بقى عندي انا غير ليستوار دولار، بقات عندي غير تاريخ الفن، فهم 83 83 بقى عندي غير تاريخ الفن هو اللي بقى عندي. بطبيعه الحال كيعطيني مواد اخرى مكمله من بعد الطلبه، مثلا ديال ديكور وداك الشيء، نعطيهم مثلا تيوري ديال الالوان بعد، ولكن الماده اللي كنت كندرس مليح هي تاريخ الفن. وتاريخ الفن نقول لك واحد القضيه اخرى، تاريخ الفن يمكن نقول لك التكوين ديالي في تاريخ الفن واحد التكوين اللي هو عصامي، واحد التكوين ذاتي صرف، بحيث كنقرا والقسم كيفرض على الانسان يزيد يخزن المعلومات، لان عندك جوج ساعات ديال الهضره خاصك ما تعمر، خاصك تقرا باش تعمر ديك جوج ساعات ديال الكلام، وديك جوج ساعات ضربه في 15 هي خاصك 30 ساعه ديال الكلام تكون في الراس ديالك كل قسم. بحيث دابا كندخل كنقول للطلبه فين كنا واقفين، بحال ديك الحلايقيه فين كنا واقفين، كيقول لك كنا واقفين في مقطع فلان فلاني كنهز، ما عندي ما كنشوف لا مراجع لا كنحضر لا والو، باقي دابا في هذا الوقت غير كنقول لهم فين بدينا، كنفتح الداتا شو وكنبدا كنتكلم، فهمتيني؟ وكيضرب الجرس والطلبه كيسمعوا الجرس وما كيقول لكش الجرس ضرب، فهمتيني؟ ما عرفش علاش والله كتوقع لي هذه دابا. مش من بعد وصل واحد الوقت تطورت الامور حتى طلبوني في الكليه ديال المرتين، بديت في الاول كنقري الطلبه ديال الادب، السنه الثانيه ديال الادب كنقدم فن الاسلامي، ومن بعد تطورت الامور طلعت الماستر بديت كنقري التراث المغربي في الماستر ديال التراث، واخيرا دابا كنقري ليسانس والماستر ديال السينما الوثائقيه والسمعي البصري في كليه الادب. كنقري الطلبه ديال ليسانس كنقريهم ليستوار دولار، والطلبه ديال الماستر كنقريهم لا فيزيون دو لوتر، نظره الاخر الى 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 المغرب، يعني الصوره كيف 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 وضع او كيف انجز الاخر الصوره عن المغرب، اللي خاص داكشي كتعرفوا لورينتاليزم، بلا ما نديرو كنبداو من دولا كروا وقبل من دولا كروا،
وخلاص من دولك روا كنبداو. من بعد ملي كنوصلوا لا فوتوغرافي عاد كنجبدوا لا فوتوغرافي حتى كنوصلوا للسينما. السينما انا ماشي مختص فيها، ما كان السينما كاين ناس اخرين كيكملوا، ولكن الطلبه كيعرفوا ليماج من البدايه ديالها، من البريستوار كيعرفوا ليماج. يعني من ليماج بلاستيك هي اللي فتحت الطريق ليماج فوتوغرافيك، وليماج فوتوغرافيك هي اللي فتحت ليماج من السينما. فالطلبه دابا الاغلبيه في المدارس كيدرسوا السينما ديريكت، ولكن ملي كدرسهمش كيفاش كانت ليماج في البريسوار، وعلاش الانسان عمل ليماج في العصور الحجريه مثلا، كيفاش بدات كتطور حتى وصلنا لدابا، حيت الطلبه كيتفتحوا اكثر. وثانيا حتى هي تاريخ الفن، واذا ما كنتيش كتعرف كيفاش تبلغها، اما يهربوا منك الطلبه ولا ينعسوا. شوف الحاجات، اما ينعسوا في القسم في الشخير معقول، ولا يهربوا منك. بالحقيقه خصك تقري تاريخ الفن بواحد الطريقه. انا نقول لك صراحه، انا ملي كنت باقي صغير كنت كنمشي لواحد الساحه في المدينه القديمه تسميها ساحه سوق القديم، كيتبين حتى واحد الوقت الناس اللي كيسموا الدبانه ما كاين انقطاع الصوت. نعم كان واحد انقطاع الصوت، عاود لي سميتها الساحه. هاد الساحه مسميه سوق الحوت القديم في المدينه العتيقه. كنت باقي صغير 10 سنين وداك الشيء، ما كان لا تلفزيون لا حتى شي حاجه. كنا في العشيه كنمشيو للاطفال، بعض الاطفال كنمشيو تما قريب من الدار، كنقول الناس ترجع الناس صغار مزال، وكان عنده بواحد الكبري كيبقى يغني كيعاود القصه من الملحون، وبعض المرات كيوقف وكيقول شي كلمات ديال الكوميك ديال، وكيخرج من ذاك الجو سيريو وكيدخل لواحد الجو اخر مضحك. فهذاك الجو هذاك سيريو هو اللي كان كيحبب لنا ذاك الخروج على المألوف، وذاك بعض المرات كيضحك وبعض المرات كيعمل شي حاجه، هو اللي كان كيحبب لنا ذاك. فالقسم او التبليغ واحد القسم ماشي هو يجي الاستاذ ويبقى غير كيتكلم، كيخصو يكون عنده لما بيتشويه اللي ما قراش وما باقيين جالسين كيسمعوا. هذه واحده من الميكانيزمات ديال التبليغ، باش كتحبب راسك الناس وكتحبب ذاك الماده الناس باش توصل لهم. هذه الملكه هذه كتسبتها مع المده، باقي لحد الان كنمارس هذه الطريقه هذه. كنعقل انا واحد النهار جا واحد الاستاذ في اطار الخدمه المدنيه، جا كيعمل غير الخدمه المدنيه ومن بعد مشى بحاله، جا هو جا سارغيني قال لي شي عطيتو حتى تقرر التخريج في المدرسه الوطنيه. كان شي ايامات واحد جوج الاسباع جا عندي قال لي الله يرحم باك قول لي كيفاش هذوك الطلبه كيجلسوا معاك بعقلهم وكيبقاو جالسين وكيسمعوا وكيضرب الجرس ما باقيين جالسين. قال لي انا هادشي ما كنقدرلوش. قلت له واش غادي نقول لك؟ ما عندي ما نقول لك. قلت له شوف انت ماشي لافوت ديالهم، شوف انت راسك شني فيه. واخا غادي نخليو يعني الجانب المهني ديال المهمه ديال الاستاذ، وغادي نرجعوا لمسارك الفني البوزيد كفنان تشكيلي. اذا حاولت تعطينا كذلك باختصار اهم المحطات او المراحل اللي مرت بينها التجربه ديالك، وحتما غادي تهضر لنا في هذا الاطار هذا على العلاقه ديالك بالفن التشخيصي ثم التجريدي، لانك مريتي كذلك واحد التجربه ديال اللي كنتي كدير فيها الصباغه التجريديه. تفضل. بون كاين واحد القضيه غير باش نكملوا هذاك الشيء اللي كنت في الفنون الجماليه كنتكلم عليه. الان اصبحت انا صديق ديال اكبر عدد ديال الفن المغرب، لان المده هذه كامل درست واحد المجموعه الطلبه اللي كنت كنتعامل معاهم كاصدقاء وكطلبه وبحال ولادي، بحيث انا فيما كنمشي لاي مدينه كنلقى واحد المجموعه ديال الفنانين اللي هما بحال ولادي كيستقبلوني وكيتعاملوا معايا واحد المعامله اللي هي مهمه جدا، وهذا هو الربح الكبير اللي ربحت وانا كندرس فنون جميله. اما فيما يخص تجربتي الفنيه فانا ملي رجعت للمغرب، قبل ما نرجع للمغرب في امتحان ديال التخرج في بروكسل كيقول لك خصك تعمل واحد المجموعه ديال الاعمال كمعرض اللي يكونوا كبحث بحال اللي كيعملوا دابا الطلبه ديال الفنون الجميله في تطوان. تعمل واحد المعرض ديال الاعمال اللي فيها واحد الاوريجينيتي ديالك. بقيت انا كنفكر شنو غادي نعمل،
ايش نوع غادي العمل في الاخر، وجدت بان احنا عايشين في اوروبا، واوروبا مشاو بعيد في الميدان الفني، اي حاجه غادي تعمل عندها علاقه بالفرن الغربي الا وغادي يكون كنت تعملها. راح ادي واحد الفكره، وهذيك الفكره كانت كتمشى مع ديك الظروف ديال المعامله ديال الفنانين المغرب مع التراث، بالخصوص الفنانين ديال المسرح والفنانين ديال الاغنيه. هنا غادي نلتجا للمسرح ديال الصديقي والموسيقى ديال الغيوان والجلجلاله وداك الشيء، هما رجعوا للتراث وحاولوا يعطيوا واحد النفس جديد ويحيوه ويرجعوه معاصر. انا بغيت نعمل نفس الفكره ولكن بالتشكيل. فهذاك الوقت هذاك ما ننساوش بان في عام 1975 تاسست اتحاد الفنانين العرب في بغداد. ومن الوصايا ديال اتحاد الفنانين العرب كانت من الوصايا هو ادماج عناصر من التراث العربي في المعاصر. هنا ظهروا واحد المجموعه ديال الفنانين بالخصوص العراقيين والسوريين واللبنانيين، ظهروا مغاربه وتونسيين، اللي كاين اللي كان كيتعامل مع العناصر الجماليه بحال الزليج والقابص وداك الشيء، كان اللي كيتعامل بالخط. ف كان كيظهروا بزاف ديال الفنانين اللي لعبوا بالخط بالمعقول، وبداو كيدخلوا زخارف اسلاميه الى اخره. نساش مغاره، لا بحال اللي عندنا مغاره مثلا في المركز، هي داك المرحله هذيك فيها واحد الجهه فيها بعض الزخارف ديال التسطير اللي كنعملوه في القابص ولا كنعملوه في اللوح الى اخره. فبداو كيدخلوا، حتى المليحي عنده واحد اللوحه مكتوب فيها الله الله بالطريقه ديال القندوسي اللي كاينه في مولاي ادريس. وبداو ديك الساعه مهم شذرات فقط. المغرب كانت شذرات، ولكن في الشرق دخلوا مليح، نغمسوا مليح في هذه المساله هذه. وفي عام 1976 تعمل بينالي الثاني في الودايه، عملوه في المغرب، بين الفنانين العرب عملوها في الودايه. فهاد الظروف هذه هي اللي دخلت لأن في ذاك الاعمال اللي عملت انا في اكاديميه بروكسل باش كمل الدروس ديالي، حاولت نجبر التراث وندخلو في الطابلو بالوان زيتيه وندمجو ونستافد من الكوبيزم والابستراسيون وداك الشيء. المهم ما غادي نقول لكش راني وصلت، هذا راه واحد الطالب كيشتغل، ولكن هي هذه الفلسفه اللي كانت عندي، ومحاوله عصرنه التراث العربي، وخصوصا التراث التطواني. ما نسيتش التطوان والالوان التطوان والمدينه ديما ما نسيتهاش. بهادو اشتغلت. ملي دخلت المغرب هذاك الساعه في هذوك العامين الاولياء ديال الخدمه المدنيه، عمك العجب العجاب، درست الوشام، درست الزخارف ديال البوطري ديال الفخار والخزف، درس الزخارف ديال الزربيه الامازيغيه، درست الزخارف الاسلاميه بالقابص والخشب المصبوغ والخشب المنقوش وديال الفرفورج الحديد المطروق. يعني داك الفنون كان ما درسته ودخلته في الطابلوس. يعني ملي دخلت قول ملي كنت في بروكسل سنه الاخريه في 77، بقيت هكاك مستمر حتى شي عام 86 معرض الربيع، بعد الربيع الخامس. تما هذيك التجربه هذيك ديال التراث بديت كندخل لها التشخيصيه، ما بقاتش بداك الصبغه ديالها هو عصرنه التراث نقولوا الاندلسي المغربي الاسلامي، بديت كندخل لها فيغوراسيون. بحيث هذيك اللوحه هذيك اول مره بينتم في معرض الربيع السادس. من بعد بدا كيتلاشى داك الخط العربي وداك الشيء ديال التراث، لانه وصلت للاشباع. وصلت الإشباع، واكتشفت في النهاية بأنه هو داك الشيء اللي عملوه الأجداد عملوه في الوقت ديالهم، وحنا كيخصنا نعملوا شي حاجة في الوقت ديالنا. صافي، أما تحيي داك التراث هذاك وتعاود تعملو دابا بحال اللي كتشتر الماضي. ولهذا ديك الساعة التجأ بيت كنخدم على التشخيصية، خدمت واحد المجموعة ديال الأعمال التشخيصية. ومن بعد اكتشفت بأن هذيك التشخيصية كيخصها تكون واحد التشخيصيه اللي هي هادفه، ماشي التشخيصيه كما كيسميوها بعض الناس التشخيصيه ديال البوسطاله، التشخيصيه ديال ترسم التراث البدوي او المدينه القديمه او ترسم واحد القصبه او واحد الجامع او تعمل واحد الناتير مورت. نو، خص يكون عندك واحد التشخيصيه اللي هي التشخيصيه اللي كتير الكلام وكتير الحوار وكتستفز النقاش. فكان كان كان الفنان اللي كان بهرني في هذه المرحله هذه، وان كان هو كان في المرحله ديالو، هو فرانسيس بيكون، وبالخصوص روني ماغريت.
روني ماغريت كان كيعمل واحد لا فيغوراسيون بور، ولكن كان كيخرج لك العقال. مثلا سي با ان بيب، سي با ان بيب، هي واحد لا بيب مرسومه ديال لو كومونتير، و سي با ان بيب كتخلق لك واحد الجدال. فالاعمال ديال ماغريت لاحظتوا ربما كلشي كيعرف الان الاعمال ديال ماغريت معروفه، ودائما الاعمال ديالو فيها سؤال، دائما كيستفز. هو كيقولوا بان سوريالي، انا ما كنقولش هذاك سوريالي، هذيك واحد الانسان اللي خدم واحد التشخيصيه بواحد الطريقه اللي حيت عاده التشخيصيه اللي رجعت واحد التشخيصيه اللي بزاف ديال لي بانتر، بزاف ديال الفنانين التشكيليين التشخيصيه رجعوها تجاريه، لان يعني التشخيصيه هي اللي عندها فرص اكثر تباع في السوق. ولهذا رجعت كلوحات كتتعلق من اجل التامل، لوحات من اجل تكميل داك الجماليه اللي في البيوت، ولكن ماشي لوحات اللي كتسترز الحوار. وقل لي على دابا في هذه الفتره الاخيره ديالك اللي كتمتد كنظن لمده اكثر من 15 سنه، شنو هما لي تيم بريفيري ديالك اللي كاينين في العمل ديالك؟ هنا في هذه التجربه ديالي هذه الاخيره، هنا دخلت التجريديه بواحد الطريقه اللي هي تجريديه غنائيه، كانت الصراحه. ومن بعد ديك الساعه دخلت لهاد التجربه هذه، من ذاك التشخيصيه اللي تكلمت لك عليها دخلت لواحد المرحله التجريبيه، بحيث عملت معرض انا وسعد السفاج والوزاني في دغدغ بدي طابلو اللي هما توتالمون ابستري ابستراكسيون ليريك، وفيهم لو جيست. هذه بالنسبه لي كان واحد العام بلا عامين ديال الاستراحه، لان انا نقول لك واحد القضيه، انا عمري ما عمل واحد لكن عندي 23 عام، ماشي هو انا اللي كانت 35 عام، وكانت عندي 43 عام، وعندي 65 عام. فانا واحد الانسان اللي كيتغير في التجارب، وكيتغير في المعارف، وكيتغير في الثقافه، وكيقرا كتابات، وكيشوف اشياء. وهذاك التغيير هذاك هو يعني لو كان بقي مستين هذا يبنني لم تغير. كما قلت لكم التغيير الانسان يتغير بالتجارب والمعارف. فمن بعد دخلت لواحد التجربه اللي باقي فيها الان، وما دخلتلاش بالفيغوراسيون، التجربه الحاليه اللي فيها التشخيصيه والتجريديه، دخلت لها جريدي على النفايات، على المخلفات الالكترونيه، مخلفات الميكانيكا، والمخلفات البلاستيكيه اللي في الطبيعه، النفايات الخضار والفواكه حتى الخشب كتذوب مع المده كتذوب في الطبيعه، ولكن النفايات البلاستيكيه والمعدنيه واللي هي اما في الميكانيك واما في الالكترونيك هي اشياء اللي كتبقى واحد المده طويله، وزاد على هذا انه كتاثر كتلوث البيئه. فقلت غادي نجمع هذوك الادوات اللي عندهم اشكال مختلفه واللي هما هذا العصر، هذا العصر هذا اليوم، يعني لي زونتراي، يعني كما كيقولوا الدواخل ديال واحد البيسي، كان في شبر البيسي قديم كان في الدواخل ديالو، وكان كنلصقهم في اللوحه، كنعملوا لانتيغراسيون في اللوحه بواحد الطريقه مركبه معينه، ولا البلاكيت ديال الفران السيارات، واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كنعملوها بين قوسين نقولوا لا فيراي، كنوظفها في واحد العمل فني، كنعطيها قيمه، ولكن كنعملها بواحد الطريقه اللي عندها واحد النسق. فهذه الطريقه اللي بديت فيها. من بعد بديت كنطورها، كندخل لها مواضيع تشخيصيه، وذاك المواضيع التشخيصيه هنا كتصبح تشخيصيه، والخلفيه تجريديه وفيها لا ماتيير. ملي كنقول لا ماتيير، حنا الفنانه ديال تيطوان هما اللي كنقدوا على ماتيير في المغرب كامل، كنبداوها بمكي مغاره، سعد بشفاج، الفخار، العمراني، كان يخدم لا ماتيير، حتى الوزاني خدم له الوزاني، كنعقل في طابلو لصق جوج ديال الصبابط لواحد صغير لصقهم في الطابلو. فاحنا مولوعين بزاف بالتلصيق، هو الهدف ديالنا ماشي التلصيق، هو الهدف هو الغلياف. وعلاش الغلياف؟ لان احنا دائما ملي كنعليو العينه كنشوفوا الجبل، احنا ما كنشوفوش الساهل، احنا دائما عايشين فوسط لي غلياف، دائما كنشوف جبل درسه، دائما جبل درسه بعدا كلشي كتقول له جبل الغوغيس كيقول لك خريطه ديال المغرب، لاحظتي ما بقاش الجبل، رجع كيحل الخريطه ديال المغرب، وهذوك النتوءات ديال الجبل هما اللي كيعلمونا الفوليوم، كيعلمونا الشكل.
فانطلاقا من مكي مغاره اللي لعب بزاف هادشي ديال لاماتير، وطبيعه الحال كانوا الفنانين سبقوا في هادشي هذا بحال الاسبانيين شغلوا بزاف على تابيس باغيزومبل، خدم على هادشي ديال التسيق، انطونيو بوري خدم الخناي، وهذا الشيء هذا جابوه، ولكن بعد عطاوه نفس مغربي ونفس تطواني، وصبحت هذا التخريج ديال الاشتغال على لي غولييف او النتوءات صارت تقليديه عندنا في تطوان. فبديت كندخل مواضيع باش غادي نحاولوا نمروا شويه بسرعه. غادي تقول لي بايجاز شنو هي في هذا المسار ديالك، شنو هي افضل معرض درتيه، افضل معرض ولا معرضين درتيهم، وكذلك غادي تقول لي افضل عمل تباع، يعني لا ميور فونت، وداك العمل اللي تباع بالضبط واش بعتيه مباشره يعني لذاك لاكيرور، ولا عبر رواق ديال الفن، ولا عبر الميزون دو فونت. دالي بالاكسبوزيسيون، انا ملي دخلت المغرب دابا من 77 دابا يكون جمعت اكثر من 150 معرض ولا 200 300 معرض ما كنحسبهمش. وهاد المعارض هادي كل واحد كيفاش كانوا معارض اللي فوق واحد المستوى عالي جدا، فضاءات مستوى عالي جدا، وكانت معارض اللي هي متواضعه، وكان معارض اللي كنا ما كاينش كيهمنا فين نعرضوا بقدر ما كيهمنا داك الناس اللي كنعرضوا لهم. لكن نقول لك الصراحه، احسن معارض اللي عرضت انا في حياتي هو المعارض اللي عملت معرض الرابع، احسن المعارض هذوك، يعني معارض كانوا بريئين، ومعارض اللي كانوا هادفين، ومعارض اللي عملناهم بواحد الطريقه اللي هي عاطفيه بزاف، واحد الطريقه اللي فيها بزاف ديال الحلم، وحتى الناس اللي كانوا كيجيو عندنا كنا كنتناقشوا معهم بواحد النقاش اللي هو بريء. فهذوك المعارض الرابع الخمسه هما بالنسبه لي ليها نسيتهمش، وهذوك هما اللي يمكن نقولوا القائده ديالي للمستقبل. اما احسن المعارض واحسن الاعمال فباقي ما وصلتلوش، وكنظن ما عمري ما غادي نوصل، ربما نوصل احسن المعارض، ولكن احسن الاعمال ما كنظنش غادي نوصل احسن الاعمال. احسن عمل يمكن ما نعرفش غادي نوصل ولا ما غادي نوصلوش. لا غير اللي قصدت بالسؤال ديالي، بعدا غير نذكر اللي ما كيعرفش معرض الرابع راه كانت دار في هواء الطرق. انا فاش قصدت افضل عمل قصدت شنو هو اللي تباع اغلى. نعم. اغلى عمل تباع عندك، يعني واش نعم. واش تباع مباشره يعني العاشق ديالو، ولا عبر ان غاليست، ولا عبر اون ميزون دو فونت. هذا الشيء اللي قصدت. لا شوف احسن الاعمال، انا نقول لك واحد القضيه باش نبدا. انا بديت اول مره ب 150 ديال الدرهم، 150 ديال الدرهم اللي كنت باقي طالب فنون جميله. ملي دخلت المغرب بعت ب 700 درهم، فالاعمال ديالي ما طلعتش بواحد الطريقه اللي يمكن نقولوا ما عندهاش اساس. الاثمن اللوحات ديالي طلعت على حسب المجهود اللي كنعمل. علاش؟ لان كاين فنانين اللي كيقفزوا قفزات اما عن طريق العلاقات واما عن طريق البوبليسيتي. انا طلعت يا جورا كما كيقولوا في المغرب، طلع بلدي، فهمتي؟ وملي كيطلع الانسان واحد طلع بلدي واخا كيطيح عاود كيرجع للموضوع، حيت اذا طلع واحد طلع اللي هو ما عندوش اساس ملي كيهبط ما كيقدرش يطلع. فالاعمال اللي بعت باعوا لي جوج ديال الاعمال. وحده بعتها في معرض وانا اللي بعتها مباشره، وحده في الميزون شير. تبع هادو اللي اغلى الاعمال ديالي اللي تباعوا. الكوتيسيون ديالي الاقصى اللي وصلت له، واش بغيتي نقول لك شحال؟ لا ماشي ضروري صافي. انا خديت اللي بغيت. ولكن اللي شراهم اسمح لي، اللي شراهم ماشي اشخاص، مؤسسات هما اللي كيقدروا يعطيو. هذه مساله مهمه. دابا غادي نمروا لبوزيت لو كوليكسيونور. عندك واحد الهوايه هكا نتاع كتجمع الوثائق والاعمال الفنيه، وعندك واحد الارشيف كبير. وانا بصراحه كل مره فيما كنحتاج شي حاجه في القديمه ولا في التاريخ ولا هذا، راه كنعيط لك كنسولك عليها،
وانت تبارك الله يعني على ما يبدو جمعتي داك الشيء ورتبتيه مزيان، غادي تقول لي عاوتاني بسرعه كيفاش حتى بدات هاد العاده ولا هاد الهوايه ولماذا وكيف وحتى المحتوى ماذا تجمع؟ تفضل. انا غادي نقول لك واحد القضيه، قبل قلت لك بان في بروكسل ذاك الاستاذه ديال الصباغه بلاتني بالمتاحف، بلاتني بالمتاحف، لا ما تقولش المتاحف التشكيليه، المتاحف. كتعرف اوروبا عندهم المتاحف ديال داش ما بغيتي، عندهم المتاحف، كاين متاحف السيوف، كاين متاحف ديال الطبخ، كاين متاحف ديال العادات والتقاليد، كاين متاحف ديال النوميسماتيك ديال الفلوس، كاين اللوحات، متاحف عطا الله الخير. اما مشيتي لباريس راه غادي تلف المتاحف اللي كاينين في اوروبا، لان كنا كنقراو، كانت باريس قريبه ولندن قريبه والمانيا قريبه، كلشي كان قريب، بروكسل هولندا. فشفت واحد المجموعه ديال المتاحف الى درجه انا كنشوف اشياء كندوق. دابا مثلا غادي نقول لك مثال، اول طوبيس اللي كان جاز في المغرب واش عندنا البي ديالو؟ البي واحد الحاجه صغيره فيها 5 سنتيم ولا 3 سنتيم، واش عندنا؟ ما عندناش. كتدخل لبعض المتاحف كتلقى لقيده كيفاش كانت عامله في عام 1902، متفقين؟ الناس كي ارشيفيو كل شيء، كيتارشيفا كل شيء، كيتخبى اي حاجه كتخبى. ومن بعد جات الظروف وشاركت في واحد التدريجية مع وزارة الثقافة، كان صيفطتنا ندرسوا لا دوكومونطاسيون، ومشيت لواحد المركز في إشبيلية مسميه أرتيفو دي إندياس. إندياس هي زعما أمريكا اللاتينية كيسميوها إندياس، وجبرت العجائب والغرائب. وتما بديت كنجمع. بعد ملي كنت في الثانوي كنت باقي صغير، كنجمع التنابر، كنجمع الفلوس قدام، كنجمع كل شيء. ملي دخلت الميدان الفني بديت فهمي كطيح شي افيش، في لي زافيش كنجمعهم، لي كاتالوج كنجمعهم، لي فوتو كنجمعهم، بقيت كنجمع على عجب الحال، كنجمع داك الشيء. ما عندي ما نقول لك اللي كنجمع، كل شيء كنجمع. بحيث دابا حاليا مثلا نعطيك مثال، الوزاني كيتصل بيا كيقول لي ابو زيد معرض فلان الفلاني عمرك مطاع فلاني من تاريخ كان شي فيش ديالو، هو يصيفط لي واحد التصويره، وكانت التصويره هذه في اخر كانت يعني عندي اكثر من 1000 ديال الملصقات، ماشي غير ديال تطوان والمغرب، ملصقات المهمين كاملين عندي مجموعين. عندي كذلك لي كاتالوج، الكتالوجات ديال المعارض، واحد الشيء ما متصورش اللي عندي، اللي كيطيح كيتخبى. وعندي كذلك الصور، صور هو العدد هائل اللي عندي، الصور ديال الفنون الجميله ما عنديش الاداره. وعندي وثائق، عندي وثائق اللي ما نقولكش من وثائق، عندي بزاف فن العجب شي مخبا وكنشوفو داكشي. فهذه واحد اش غادي نقول لك، شنو غادي نسميها، واش واحد الهبه من عند الله واش بليه ولا ما نعرف. المهم الى درجه انا واحد النهار وقع لي مشكل، واحد السيد علق لافيش في الفنون الجميله، رجع نهار اخر جبر لافيش تارت مشات. ملي سخس هذاك الشاوش قال له فين مشات لافوس، قال له بزيد زولها. وشنو سحب له؟ سحب له انا ضدو، ما كنزول له لا بوبليسيتي، فهمتيني؟ اوه كيغوتو الى اخره. المهم لي زافيش اللي كيتعلقوا في الفنون الجميله انا اللي كنجمعهم، واللي كيتعلقوا في المركز انا اللي كنجمعهم، واللي كانت فيها معلقه في الزنقه انا كنجمعها، فهمتيني؟ واللي دارت لي شي فوتو كنجمعها، واللي عمل شي معرض كنجمع الكتالوج ديالو. المهم كنشوف انا الان بدا كيعطي الثمار ديالو، الناس بقات كتحتاج داك الشيء هذاك، حيت بزاف دابا الناس خصوصا في المغاربه والاجانب اسبانيين كيجيو كيبغيو يتكلموا على التاريخ ديال الفنون الجميله ولا شي حاجه، يكتبوا دكتوراه او كيعملوا ماستر، مغاربه واجانب كلشي كيجيو لعندي. اخر مع اخر اللي جاو لعندي هو المعرض اللي عملت العتيرس لا كارت بلونش في الميزي ديال محمد السيس، جاو من عندي جوج ديال لي كريتيك دار اللي هما كبار بزاف اللي كانوا مشرفين عندك المعارض، وجاو من عندي انا، عطيتهم لي تكست، عطيتهم لي زيماج، عطيتهم لي فوتو ولي زافيش وكل شيء. ف هما طبيعة الحال وضفوا داك الشيء في داك الكتالوج، ولكن داو واحد المجموعة ديال الباكاج اللي غادي يستعملوها في الكتابات ديالهم، فهمتي؟ بخصوص ان اذا جيتي نعطيك واحد المثال، اذا مشيتي لا بانتور ماروكان ديال شيز الماشي اللي تكتب في الستينات، او لا لا كونتومبورا ماروكان اللي كتب شيز الماشي في الثمانينات،
on regarde sur la peinture marocaine, Alain Flamand, ou les 50 ans, il y a la peinture marocaine, dit Tamnayatelsinin, ou le kitab li kitab Khalil Marab, هاد الكتب هادو كان يكتبوا هاد الشيء المغرب ملي كيجي تقراهم ملي كيوصلوا لتطوان يمرون مر الكيره خاصها كازا نقولوا فلان فلان فلاني اسسها وقرا فيها وعملات الى اخره علاش؟ لان اللي كيكتبوا كيكتبوا بالفارسيه وكيجيو ذاك الجهه ديال الرباط وكازا وداك الشيء كيجيبوا له ريفيرونس ملي كيجيو لتطوان ما كيلقاوش من يحاوروا ولا شكون عندك هذوك الوثائق فجمعت بزاف ديال الوثائق وبحال اشياء مثلا غير الظاهر الخليفي وفقت اسست المدرسه بيرتوتشي فوق الرجا والاساسي اللي كانوا حتى شي معروفه الاولي اللي نشرت هذا الشيء هذا لحيت بزاف ديال الناس اللي كتبوا على التشكيل باقيين كيكتبوا مثلا اخرهم هذا مثلا محميش اولا هذا اللي بالصحراء يا ربي الحيسان عطيتهم وثائق كبيره اللي الان بداو كيقدروا يتكلموا على مدرسه تطوان بقدروا كيتكلموا عليها ماشي من بيرتوتشي من فورتوني من الحرب ديال تطوان دابا كيقدروا يتكلموا عليها فقين قبل كان كيجي شي واحد يعمل البحث معاه من غادي يتلاقى كان كيتلاقاو كان اغلبيه كانوا كيجيو على ساعه فاش جا ساعه فاش كيتكلم فرنسيه كيعطيهم بعض المعلومات ولكن ماشي ارشيفيست كان شي ارشيفيست انا ارشيفيست بحيث كنعرف فوقاش بيرتوتشي على المدرسه اسست الفن في الثلاثينات ماشي حتى الاربعينات تفقين هاد الباكاج هذا بدا كيعطي الثمار ديالو ومازال غادي يزيد تحتاج ان شاء الله اكثر يعني كنحييك على هاد الروح ديالك وعلى هاد الزخم وعلى هاد الكم نتاع الوثائق اللي جمعتيها وتهليتي فيها وكتوضعها يعني راه الاشارات لا انا شويه انا ارشيفيست اكثر من هيستوريان لا كاين كاين الارشيفيست وكاين الهيستوريان انا ارشيفيست وكتعجبني التاريخ تبعت الحال اييه ودابا غادي ننتقلوا قبل ما نديروا واحد الاستراحه قصيره غادي ننتقلوا لواحد التجربه ديالك حتى هي تاع اللي كنتي فيها مدير ديال مركز تطوان للفن الحديث نعم هذا بالنسبه لهذا المركز اللي كنعتبروا انا يعني واحد المؤسسه وواحد الصرح ثقافي اللي زعما كنشكرك عليه وكنشكر كاع الناس اللي يعني سعوا باش انه يخرج للوجود لدرجه انني كنتمنى انه بحال هذا المركز هذا او هذا المتحف هذا كنتمنى على الاقل في المغرب يكون بحاله في كل جهة هكا من جهات المغرب باش يستافدوا منه الناس المواطنين كاملين ويكون واحد يكتشفوا اللي يكون احتكاك اكبر بالفنانه وبالاعمال الفنيه اذا غادي نرجع غير شي شويه للوراء غادي تقول لي بسرعه كيف نشات الفكره بعدا الفكره نتاع انه يكون واحد مركز تطوان للفن الحديث ثم توصل لي متى تم افتتاحه يعني هنا كنهضر على الشطر الاول لان من بعد غادي يكون واحد الشطر الثاني وكذلك كيف تم تكوين المجموعه الفنيه لان نذكر باللي هذا المركز عنده اون كوليكسيون بيرمانونت ديالو وعاد غادي نزيد كذاك الساعات واحد السؤال ولا جوج في هذا الاطار تفضل بوم كتعرف بان مدرسه ديال الاعداديه ديال الفنون الجميله في تطوان تاسست في 1945 قبل هذه المرحله هذه واللي بدات من 1913 مع الاسبانيين اللي بناو المدينه الجديده دخلوا واحد المجموعه ديال العادات والتقاليد ديالهم ومسائل اللي هي عندها علاقه بالجماليه ديالهم بخصوص ميدان التشكيلي اما الصبغه واما جداريات واما منحوتات فهاد الاعمال هذه الاولى هي اللي عودتنا بصريا ملي كندخلوا للمدينه الحديثه نشوفوا داك الاعمال هذا خلال المده ديال المدرسه ديال الفنون الجميله اللي بدات من 45 حتى جا الاستقلال في 56 هاد الفضاء الزمني هادي تجو واحد المجموعه ديال الاعمال في المرحله هي في اواخر ديال الحمايه نجات هذوك الاعمال والاداره الاسبانيه كانت كتعمل واحد القضيه اللي هي مهمه اي فنان كتعطيه فضاء باش يعرض كيخصو يخليه واحد اللوحه
وهذو كل واحد ملي كيتجمعوا كيتفرقوا في الادارات. فالاداره ديال التعليم كانوا فيها اللوحات، السياحه، الشؤون العموميه، البلديه، المعهد الموسيقي، كانوا ديك اللوحات. بعد ملي دخل الاستقلال بدات الاداره كتبدل، وجزنا في واحد المرحله انتقاليه. هذه المرحله الانتقاليه بزاف ديال الاعمال ضاعوا او غابوا بطرق انا لا افهمها ولا تهمني. بزاف الاعمال ضاعوا، ولكن بزاف ديال الاعمال بقاو في فضاءات اخرى. هذوك الاعمال اللي بقاو في الفضاءات الاخرى كانوا في فضاءات اللي ما فيهمش الشروط ديال المحافظه، بحيث كانوا اعمال اللي معلقين في جدران اللي كيضرب فيهم الشمس نهار كامل، كانوا لوحات معلقين في جدران اللي فيهم الرطوبه، كانوا لوحات معلقين في جدران اللي ملي كنبغيو نطفوهم كنطفوهم بواحد الخرقه ليها فازقه. فين فحتى مانيبيولاسيون، حتى ملي كيبغيو يتحركوا داك الطابلوس ما كيتحركوش بواحد الطريقه اللي هي ملائمه. الو هاد اللوحات هادو وصلوا واحد المستوى ديال الضرر اللي هو عالي جدا. منهم بعض اللوحات، مثلا واحد اللوحه اللي لقيتها في واحد المؤسسه عن الثقافه اللي فيها شارخ، يعني الكلاطوال ديالها تقطعات من داخل كامله لان طاحت وطاحت على واحد الكرسي. المهم هذوك اللوحات كانوا في واحد المستوى اللي هو تشفق من الحال ديالهم. ف الفكره ديال المتحف هي الفكره اللي كانت كتراود جميع الفنانات ديال تيطوان، ولكن حتى واحد ما كانت عنده الشجاعه باش يدخل لهذا المشروع هذا. ف بين اساس الفن، وملي كيتلاقاو جوج اساس تاريخ الفن الحديث ديالهم كيكون دائما على التاريخ، وبالخصوص انا كنت كنبشهم، كنت نبش انا نبشت يعني ما تنبش يعني كنحفر حاجه من غير حفر. كاين كنت كنمشو القاضي ما حضرتش حضرت ما وليت كنعرف كيفاش كان الفن في الحمايه وكيفاش كان التدريس والاساتذه وهادشي كامل اللي كيقولوا لي كنسجلوا متفقين. والمعارض اللي كانوا كيتكونوا في المغرب كانوا كيجيو معارض بواحد المستوى عالي جدا. هنا في تطوان فنانه مهمين كانوا كيعرضوا في تطوان خلال الحمايه. من بعد وصلنا في النقاش ديالنا انا وسعد السفاش علاش ذاك الاعمال هذوك ما نجمعوهم شيء ونعملوهم في واحد المتحف. الفكره كانت هو يعني بحال اللي غادي ايوا بحال اللي غادي تصوفي، بحال اللي غادي تعتق واحد المجموعه ديال الاعمال ونعملوهم وتصلحوا وتعملوا في واحد الموضع. مهم قال لي سعد مسفاش كتب واحد العريضه يسنيو عليها الفنانه وداك الساعه نبداو المشروع. الاسبوع اللي ما جيت لقينا مسفاش قال لي كتبت العريضه، قلت له ما كتبتهاش. ولكن علاش ما كتبتهاش؟ لان قلت انا مع راسي بزاف الكلام كنهضروا فيه ومن بعد كيتقادى، وشكون كما كيقولوا جباله فكر ولا ما تفكرش كيقولوا هالفكر. على كل حال قال لي لا خصك تكتب. كتبنا العريضه نسناوها واحد المجموعه ديال الفنانين، ومننا حنا دوا صحفيه، نحن صحفيه، نحن انا وسعد سفاج نطالب بمتحف وباش نحافظوا على داك التراث التشكيلي اللي كاين في المدينه. المهم فهاد الفتره هادي جمعيه تطوان سمير شافت المشروع بانه مشروع مهم ومشروع اللي يمكن يزيد الامام. قالت لنا واش نجي نتبناكم انا تدخلوا معنا في الجمعيه وحنا نزيدوا ندفعوكم، لان ترانسمير هي الجمعيه عندها علاقات يمكن تعملها مع المؤسسات، مع الوزارات، مع الاداره. حنا جوج ديال الناس ما منتمين حتى لشي مؤسسه. المهم هي عطاتنا واحد الدفعه، زدنا عملنا ندوات صحفيه، وصلنا حتى جلسنا مع العامل ديال المدينه، مع العمده ديال المدينه، جلسنا مع محمد الاشعاري وزير الثقافه، صيفطنا مراسلات عمر عزيمان كان وزير العاد، كتبنا مراسلات محمد العربي المساري كان وزير ديال الانباء، هما من تطوان كاملين شجعونا وكيقولوا لنا فكره ممتازه الى اخره. فين كنا حنا كنفكروا نعملوا هادشي؟ كنا غنعملوا هادشي في الباشاويه اللي قريبه المتحف الاثنوغرافي، لان عندنا غير واحد المجموعه ديال اللوحات ديال مرحله الحمايه نعتقوهم. ملي بدات كتطور الفكره هي كتظهر الفكره ديال علاش ما يكونش هذاك المحطه ديال القطار اللي هي في ظروف مزريه واللي هي مش في واحد الطريق ديال اسفل السافلين، علاش ما نعتقوهاش ونصلحوها ونعملوا فيها متحف ماشي غير ديال الماضي حتى ديال الحاضر. متفقين؟ هاد الفكره طرحناها
على محمد الأشعري. الحد اللي كان عندنا هو تلقى مع تشافيس. تشافيس هو رئيس ديال الحكومة المستقلة ديال الأندلس. يعني كنعرفوا بأن في إسبانيا كاين مقاطعات عندها حكم ذاتي. فهذا تشافيس كان الخونطة ديال الأندلسية عندها مشروع ديال الإصلاح ديال بزاف ديال التراث الأندلسي والإصلاح كذلك ديال التراث ديال 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 إسبانيا في المغرب خلال الحماية. وطرح عليهم هو هذا المشروع ديال الإصلاح ديال محطة القطار ويكون فيها المتحف. جاو ما قالوا له نعملوا معك هذا المشروع ولكن أعطينا الجدوى. أعطينا هذا البروجي نشوفوه. وفيه الجدوى. إذن شكون شنو عمل ذاك الساعة الأشعري؟ خلق لجنة. خلقنا لجنة فيها المرحوم بكي مغارة، سعد بن سفاش، عبد الكريم الوزاني، وأنا، وكان ذاك الساعة خالد المرابط، ومن بعد ملي مشى خالد المرابط جا موراه مهدي الزورق. كانوا هادو ناس كيدعمونا ككتاب ديال هاد اللجنة هادي. فعملنا هاد الجلسات إلى آخره. ومن بعد ديك الساعه كما انا ديك الساعه كنت ارشيفيست قالوا لي انت انا هو اللي غادي تكتب هذا البروجي انت هو اللي غادي تكتبه انت اللي غتعرف ما تقول فيه. الو ملي شفت انا القضيه والمتحف كيفاش عامل قلت غادي نعمل واحد التخريجه اللي غادي يكونوا غانيون غانيون لان اسبانيين راه غادي يعطيوك 15 مليون ديال الدرهم خصهم يكونوا هما رابحين ولا لا. اذا هما محطة القطار هما عملوها تشكيل صورة تشكيلية معاصرة أو الحديثة هما اللي بدوها. إذا خصهم يكونوا جوج الحاجات. فحددت واحد المشروع اللي كيفاش بدات التشكيل وكيف بدات الصورة في شمال ديال المغرب تلقا من بيرتوتشي 45 إلى يومنا هذا في أربعة ديال المراحل. المرحلة الأولى ديال الحماية نفاش دخلوا لي بانتر إسبانيول معهم بعض المغاربة، ثم عملت المرحلة الثانية هما الفنانين أوائل المغاربة ندرسوا عن طريق الإسبان وهم اللي مغربوا الدراسة في المغرب. كنتكلم على فخار وبكي مغارة ومليحي وبن سفاج وراني وإلى آخره. ومن بعد المرحلة الثالثة هي المرحلة ديالنا حنا ديال معرض الربيع. ديالنا معرض الربيع كان واحد ريفوليسيون في تطوان اللي كان واحد الوقت مفصلي ما بين قبل 79 وبعد 79. ومن بعد المرحلة الأخيرة هي اللي ديال لي بانتر لي جون بانتر الفنانين الشباب اللي كاين دابا. قدم داك المشروع طبيعة الحال اللي نزاد من بعد نزادت غير اللغة الإسبانية ماشي الفرنسية بحيث أصبح اللغتين اللي كاين في المركز هي اللغة الإسبانية واللغة المغربية في الكتابات. ومع أن القاعة الأولى فيها 90% ديال الإسبانيين وأن المحطة ديال القطار اللي هو إسباني. إذن الإسبانيين والمغاربة اتفقوا غادي يخرجوا غانيون غانيون. مهم مزيان بدات هذه الفكره هذه. قال لك اسيدي واعطيونا هاد اللوحات هادو وضمنوا لنا بان ديك اللوحات غادي تجيبوهم. ديك الساعه ضرب الدوره عملت واحد زياره لواحد المجموعه ديال المؤسسات اللي فيهم هاد اللوحات بلا ريفيرونس ديالهم بالقياسات ديالهم كلشي ديالهم. بدينا حنا كنجمعوا داك اللوحات ملي بداو كيتجمعوا داك اللوحات. والاسبانيين كانوا دائما كيعملوا دي فيزيت للمغرب وعندهم علاقه معايا عن طريق الانترنت. كنا كان دائما عندي علاقه. ديك الساعه فيك كنخدم خدام ما كاينش. رجعت انا بوحدي هو قطب الراحه واخا كاين اللجنه. قال لك اسيدي هاد الاعمال هادو كيخصكم بعدا تكونوا شي واحد. واش عندكم شي واحد في المتاحف التشكيليه؟ ما عندناش. شنو بغيتو تعملوا؟ فورمو لكم شي واحد شكون اللي غادي يمشي؟ هما كيختاروني انا باش نمشي نقرا في اشبيليه اي من المتاحف. رجعت كنقرا قلت كنطلع اسبانيا كنقرا. وملي كملت داك الدراسه ديال المتاحف عطوني واحد المنحه باش نزور على المتاحف في اسبانيا كامله من راس اسبانيا حتى القا. وانا كندور في المتاحف كنعمل ديستاج. شفت مشيت من غاليسيا بيسكاليا استورياس كاتالونيا مدريد خلاص اندلسيا كامله. ديك المدن مشيت الاندلس اللي بقى لي جوج الاقاليم ما مشيت لهم شي واحد في الشرق هذاك ديال ليفانتي ديال فالنسيا وديال الغرب ديال اكستريمادورا كاملين كما تحب مشيت لهم. وكل مره كنجي متقل بالكتب. ملي كملت داكشي هذاك عاود قال لك واش عندكم شي واحد كيصلح هاد الاعمال راهم في ظروف مزريه؟ ما كاينش. عاود كيختاروا لي كيصيفطوني لانستيتو دو باتريمون هيستوريك. في الاول عملت الفورماسيون في سنتر اندالو دو لا كونتمبورا في المركز الاندلسي للفن المعاصر ديال الميزيولوجي.
وهذا ديال اصلاح الاعمال الفنيه عملتهم في الانستيتوتو اندالوس باتريمونيو ستوريكو في المعهد الاندلسي للتراث التاريخي. ما عملت ستاج ديال ريستوراسيون ابد ديك الساعه صاحبي شبر ديك اللوحات اللي كان بقيت كنصلح فيهم صلاح ديك اللوحات ديك الساعه ديك لا تيوري اللي كانت عندي كامله جاب لي الله غينا من التجربه صلاح ديك الاعمال كاملين مزيان ديك الساعه عملت لهم لي زانكادرومون كاين بعض اللوحات اللي ما كناش كنعرفهم واليهم غير الاسم ديالهم بقيت كنعمل ابحاث حتى عرف ديك الناس شكون هما خصوص اسبانيين ولا حتى مغاربه عملت لهم لا بيوغرافي ديالهم الاسماء ديالهم والتاريخ داك لي كارتيل ديال الاعمال لا لي كارتيل تكنيك ديال الاعمال وعلقت داك الاعمال علقتهم تبعت الحال ما علقتهم انا الاسبانيين صيفطوناش اللي عاونوني باش علقت لان كاين طرق جديده ديال التعليق وطرق اللي هي فيها الجانب الامني ضد السرقه والى اخره هذوك الطرق هذوك الناس اللي تكنيسيان باش ركبوهم جابوهم هذوك التعليق علقت انا هذوك اللوحات ووزعت ذاك الصالات وهذا الشيء هذا كامل بدا يعني في 1998 اول نقاش كان عندي مع السفاج في المقهى في شارع محمد الخامس 98 والافتتاح ديال المركز في نوفمبر في اكتوبر ديال 2013 يعني بقينا 15 شنو حنا كنوجدوا هذا المركز هذا وقوزنا واحد المده سنين باش يتصلح لانه كان في حاله مزريه قوزنا كذلك واحد الوقت اللي كنت كندرس فيه انا المتاحف ولا كنت كندرس اصلاح واحد الوقت هذاك اللي صلحت داك الشيء المهم الى اخره يعني كما كيقولوا على نار هادئه دابا الان ربحنا واحد المؤسسه نقدنا واحد البنايه خلقنا بجانب الفنون الجميله واحد المتحف ما بقيناش كنبيعوا غير البحر كنبيعوا كذلك حتى المدينه العتيقه ومتاحف تطوان وحافظنا على واحد الذاكره تبقين وهذا الشيء هذا كامل ضيعت فيه انا واحد المجموعه ديال الوقت هذا الوقت هذا خرجني من الوقت ديال حياتي ومن العمل ديالي وكل شيء ولكن ربحت واحد القضيه اللي هي مهمه جدا ملي ما كنمر قدام ذاك البنايه وكنقول انا واحد من الناس اللي ساهموا راه ساهموا بواحد المجموعه كبيره ديال الناس ساهمت ولكن انا واحد من الناس اللي ساهمت وكنقول بان المرور ديالي في هذه الحياه ما مرش مر الكرام عمل شي حاجه وهذا اللي اداء اللي كنظن انا لاي انسان كيخصو يهز من هذه الحياه خصو يخلي شي طراس شكرا لا تبارك الله عليك تبارك الله عليك يعني خص الانسان يزورو حتى اللي ما زاروش وما شافوش خص الانسان يزورو باش يعرفنا بالضبط علاش كنهضروا وهذا نداء لذاك الناس لان تطوان والنواحي ديال تطوان والشواطئ المحيطه بها في الصيف كتعرف واحد الاقبال كبير ديال المغاربه ولا اللي في المغرب ولا اللي في الخارج ولا الاجانب باش كيجيو للبحار في مارتين في مضياق الى اخره كنطلب من هاد الناس هادو يديروا حتى ديك السياحه الثقافيه مثلا يخسر واحد نص نهار ولا نهار يجي يزور المتحف وكاينين عاوتاني مؤسسات اخرى اذا هنا دابا هذا البناء يعني الا بغيت نلخصو انا كتعملي حتى هذه المنهجيه يعني باش حتى اللي كيشوفنا يعرف كيفاش تبنى هذا المساله عده مبادرات فنانين اشخاص انطلقت مبادره فنانين زادت عليهم جمعيه ثم عاد انتقلوا للمؤسسات العمل المؤسساتي والنقابة يعني دعوا الثقافه اللي تبناتو ومشات الامور هكا حتى وصلت اللي راه فيه دابا دابا عندي واحد الانتقادات بعض الانتقادات علاش سميتو الفن الحديث وماشي المعاصر او الفن الحديث والمعاصر بوم انا غير تفكرت واحد القضيه خصني نذكرها بعدك ما نساوش واحد المجموعه ديال الناس ذكرت واحد المجموعه كيخصني نذكرها بالخصوص اللي كانوا مديرين جهويين ديال الثقافه كان حافظ الزواقي هو الاول من بعد كان موراه المهدي الزواق ومن بعد محمد التقال الثلاثه ديال الناس لعبوا واحد الدور مهم جدا كممثلين عن وزاره الثقافه وكذلك مداعمين لنا في هذا المشروع هذا وكذلك ما ننساوش المهندس المعماري أفسام كريمو هو اللي كان مشرف على الاصلاح وما ننساوش كذلك جمعيه تطوان سمير وبالخصوص في ذاك الوقت هذا كان الرئيس المنتدب عبد العزيز السعود وطبيعه الحال واحد المجموعه كبيره من الناس الصحفيين والناس اللي ساهموا غير كيتغلب دابا في تطوان كيتجبد الاسم ديالي بزاف في ذاك المركز وانا بصراحه انا غير واحد الانسان اللي هو ساهمت واحد المساهمه متواضعه
مع هاد الناس هادو كلهم. غير باش نصحح واحد القضيه، فهمت؟ يلا الحديث والمعاصر، علاش بسرعه؟ علاش السميه؟ شوف شوف، باش تعمل الحديث، لان شوف اول حاجه خصك الامكانيات. الامكانيات هي اللي كتحدد واش غادي تعمل واحد المتحف معاصر ولا حديث. انا غادي نشرح لك بالخصوص. عندك واحد اللوحه حديث كتنتمي للفن الحديث، ياك كتعمل واحد ليطاجير وكتعلقها فيها، ياك عندك واحد عمل فني ديال معاصر ديال لانستالاسيون، ما خصكش لا ما خصكش لي زيطاجير. واحد يمكن واحد لانستالاسيون 2 المتر يجبر لك واحد ليسباس 5 المتر باش تخزنو. يعني دابا مشيت لك مباشره ماشي للعرض، من الخزين. دابا تصور عندنا في الخزين ديال 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 مركز تطوير الفن الحديث عندنا ما يعادل 500 لوحه ومنزله في دي زيطاجير. تصور اذا كانوا عندك غير 30 ديال الاعمال الفن المعاصر، فين غادي تخزنو وكيفاش غادي تحافظ عليهم؟ كتعرف الفن المعاصر دابا راه يجيب لك فنان خدمه فيها الخيط، فيها اللوح، فيها الزاج، مصبوغه بالقهوه، مصبوغه بالزعفران، وفيها الثوب، فهمتيني؟ وهاد الاشياء هادي كامله كيخصها واحد المتابعه يوميه، وكيخصها واحد الفضاء ديالها باش تظهر. اللوحه لا، اللوحه كتعلق لوحه في الحيط وكتخرج من باب واسع، متفقين؟ وكتعمل ديك الساعه الادوات ديال المحافظه، وكتعمل الاناره، وكتعمل المراقبه. ف الجانب المعماري ديال البنايه ديال محطه القطار ما يمكنناش تكون واحد المكان ديال متحف الفن المعاصر، خاص تبنى بنايه خاصه للفن المعاصر. يا صافي فهمت. بالنسبه منذ سنوات قليله انت ما بقيتيش المدير ديال هذه المؤسسه الثقافيه بحكم انك وصلت التقاعد، دابا خديتي عليه نسبيا واحد المسافه، وبغيت غادي دير معايا واحد النقد ذاتي، لان حتى انت راك جزء من هاد المعلمه. يعني بغينا يزيد يتطور بالنسبه لا كوليكسيون ديالو، في نظرك شنو اللي كينقص داك لا كوليكسيون؟ هي مجموعه غنيه، شنو اللي خاص يقدر يتزاد لها؟ انا 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 غادي نقول لك واحد القضيه ما كيعرفها حتى واحد هنا في تطوان. انا وقت قعدت باقي في ذاك المركز، عندي مكتب ديالي مكتوب فيه محافظ، كاين المدير اللي هو السي مهدي الزواق المدير ديال المعهد الفني الجامعي، كاين اللي كينوب عليه في الاداره في المركز هو بلال الشريف، وكاين اللي مسؤول على التنشيط الفني الاستاذ عادل الربيع، وانا عندي واحد المكتب ديالي مكتوب فيه محافظ. كاين محافظ واحد الانسان اللي باقي عنده ارتباط عاطفي بداك المؤسسه، كيجي كيضرب دوره في داك المؤسسه كامله، وكيشوف الاعمال الحاله ديال المحافظه ديالو واش محافظين او لا، كيخصهم الاصلاح او كيخصهم الترميم، متفقين؟ لان هذيك اختصاص الاصلاح اللي درست ديال الاصلاح وديال الترميم وديال المحافظه والتوثيق وداك الشيء، هذيك ما كاينش شي واحد اللي كيعملها، انا اللي قريتها وانا اللي كنعرفها. فهادشي كنعملو متطوع ومحب. فملي كيكون شي عمل وصلنا واحد المستوى ولا اوقف شي ضرر، ديك الساعه كندخل في الاصلاح ديالو. فانا باقي موجود تما، وان كان انا متقاعد باقي تما، بالخصوص ان السي مهدي بن الصوف كيعرف الارتباط العاطفي اللي عندي انا مع داك المؤسسه، وصعيب بزاف داك حبل الوريد تقطعو، متفقين؟ فانا كنظن باش نعملوا واحد المتحف ديال الفن المعاصر كيخصنا بنايه خاصه بالفن المعاصر. اما فيما يخص لا كوليكسيون، انا ماعنيش غادي نقول لك، عندنا تما في المركز ديال تطوان الفن الحديث عندنا اكبر مجموعه متحفيه في المغرب، اكبر مجموعه متحفيه في المغرب، اكثر من 700 لوحه، وفيهم لوحات ديال الفنانين الكبار ماشي ديال تطوان، ديال المغرب. علاش؟ لان هذا وزاره الثقافه هي اللي دعمت هاد المركز بهاد المجموعه المتحفيه للفنانين، ماشي شامل المغرب، ديال المغرب كله. وعندنا موضوعين اماكن اللي فيهم المحافظه واللي فيهم جميع الشروط باش داك العمل الفني يستمر، باش ماشي نشوفوا حنا ولادنا والاحفاد ديالنا.
المهم انا ما بغيتش نزيد نطول بزاف في هذا الموضوع لانه راه خاصو غير بوحديتو حلقه، ولكن مني هضرت على ما ينقص هذه المجموعه ما هضرتش غير على الكم. مثلا غير باختصار كنشوف واش ما كتشوفش كاينه البلاصه ديال لا فوتوغرافي، يعني ماشي غير صباغه، واش ما كتشوفش باللي كاينه البلاصه نتاع واحد المحطه اساسيه في التاريخ ديال مدرسه تطوان اللي هي معرض الربيع. هادو غير كامثله. لا شوف غادي نبداك من الاخر. القاعه الثالثه مسميه قاعه معرض الربيع، وكاين دي تكست، لان انا خرجت واحد الكتالوج كتبت فيه انا جوج، عندي جوج مداخلات في ذاك الكتالوج، وكان كذلك واحد الكتاب اللي هما عندهم واحد المستوى عالي اسبانيين، وحتى هما اللي معروفين عنده واحد المداخله تما كتكلم على 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 تشكيل او مدرسه تطوان التشكيليه. وداخل هذاك الكتالوج ولا حتى في ذيك القاعات ولا حتى في ذاك اللافته اللي تما في ذيك القاعه الثالثه فيها كيتكلم على معرض الربيع والفنانين معرض الربيع الى اخره. يعني استطعنا باش نوثقوا معرض الربيع. انا دابا معرض الربيع احنا ما خوفينش على معرض الربيع انه يتنسى، اننا عندنا قصاصات الجرائد، عندنا في ذاك الدليل اللي هي المركز تطوان الفن اللي غادي نكتب فيه، عندنا كذلك المعرض اللي عمل فوزي الاعتراس ديال كارت بلانش اللي عمل في المتحف ديال محمد السادس. فهادو اسباب اللي جعلنا نوثقوا بهم عندنا كذلك ذاك القاعه هذيك. اما غادي نرجع، اما فيما يخص لا فوتوغرافي دائما غادي نرجع لذاك الشيء اللي قلت بحال اللي قلت وانا كنتكلم على الار كونتمبوران. هذاك واحد الفضاء اللي ما يمكنش يستوعب كل شيء، هو غير اربعه ديال القاعات وعملنا فيهم فنانين اللي يمثلوا رمزيا، راه ماشي هذوك اللي كاين، كاين بزاف ديال الفنانين اللي كانوا كيخصهم يكونوا تما يزيدوا، راه عملنا غير اللي قدرنا نعملوا. فمدرسه تطوان هذاك المركز صغير عليها لان دابا كيخصنا نعملوا له واحد ليكستانسيون ديال الفنانين اللي خرجوا من مورا 2013 دابا اللي معروفين. مثلا نعطيك مثال، كاين شي يونس رحمون، كاين صفاء الرواس، ما كاينش نقول لك الفنانين دابا الشباب اللي تخرجوا اللي هما درسوا في المغرب او برا ولا كيمارسوا بواحد المستوى عالي في لار كونتمبورا او لار فيديو، عفوا لار فيديو، او كيعملوا بيرفورمانس. هادو حتى هما خصهم يكونوا باش ملي كيجي الزائر ما يوقفش غير في واحد المرحله، خصو يتبع حتى الوقت هذا. ولكن المشكل هو المشكل ديال الفضاء، فضاء اصبح صغير بالنسبه لهذيك المدرسه. لكن اللي هو جميل باش نكمل اسمح لي، اللي هو جميل هو هذه واحد العامين زاد واحد ليكستانسيون ديال لا سان ديكسبوزيسيون تيمبورير. هذه ديكسبوزيسيون تيمبورير تما باش كنعملوا حنا لا كونتمبورير، تما باش كنعملوا معارض ديال الكونتمبورير باش الناس ديال تطوان كيجيو يشوفوا المركز وكيجيو كذلك يشوفوا المعارض ديال لار كونتمبوران. اسمح لي. مثلا انا قلت كاينه لا كوليكسيون بيرمانونت، هي هذه داكشي ما هو معروض وما هو كاين في المخزن، يعني نسميوه هكا في لونتخوبو. علاش هذوك مثلا اللي كاينين في لونتخوبو ما يتوظفوش في معارض اللي هي يعني تمبوغير، مثلا معرض بشهر ولا شهرين ولا اقل، ولا كل مره تبان بعد الاعمال منهم. وهنا غادي نحيلك على واحد السؤال اخر، مادام خديتي انت مسافه مع نسبيه مع المتحف او مع المركز. الان بالنظر لهذه المجموعه دائما بالنظر للمعارض التي تنظم فيه، واش كتبان لك الان شنو هي الهويه تاع المركز، شنو هو التوجه ديالو، وهل انت راض عما تحقق فيه لحد الان، او لا بشكل اخر او بصيغه اخرى ماذا ينقصه في نظرك لكي يكون افضل؟ حنا دابا ديما كنطمحوا لما هو افضل، اي المكتسبات اللي بغينا نطوروا في نظرك، ولكن باختصار باش ندوزوا للحاجه اخرى. ما ينقص هذا المركز هو اعطاء صفه المصلحه، هو غير مصلحه، خصو يكون مصلحه. إذا كان مصلحة غادي تكون عنده واحد الميزانية ديالو، ولا كانت عنده واحد الميزانية ديالو غادي يعمل أنشطة. هو ماشي تقطع شوية الصوت دابا جميلة، حتى إذا كان شي نعم وي قلتي مصلحة، تقطع واحد شوية الصوت واحد 10 تاع الثواني ولا خاص يعطيوها الصفة ديال مصلحة. لا سمعت، اذا عطاوها الصفه ديال المصلحه غادي يكون عندها واحد الميزانيه خاصه بها للتسيير والتنشيط والاشعاع
والبحث والتوثيق والى اخره. فهي دابا عندها علاقه بالمعهد الوطني للفنون الجميله، تفقين؟ والمعهد الفنون الجميله يعني كيعمل معها كيعمل مع المركز واحد المجهود باش كيعاونوا باش ينشط. وعاد كنستقبلوا بعض المعارض اللي كيستقبل المركز، معارض اللي هي واجده اما من مؤسسات اجنبيه او مؤسسات مغربيه، كتجي معارض واجده كتعمل، لكن المركز كيخصو يعمل المعارض ديالو. كما قلتي كاين واحد كوليكسيون اللي هي مهمه، هذيك الكوليكسيون غادي نخرجوا مثلا واحد 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 الموضوع، واحد الموضوع غادي نقولوا مثلا الفنانين اللي رسموا الطبيعه مثلا، وغادي نقدروا نجمعوا واحد 50 ولا 60 ديال الاعمال اللي فيهم غير الطبيعه من مختلف المراحل ونعملوا بهم معارض. او مثلا غادي بحال دابا انا كنتكلم معك بحال اللي كيتكلموا المتاحف، او مثلا غادي نقولوا اللوحات اللي فيهم المراه، وغادي نقدروا نجمعوا واحد 70 ولا 50 ديال اللوحات مثلا، او اللوحات اللي عندنا فيهم ناتورمون. وهذه هو الطريق، ولكن باش تعمل هذه الفكره هذه الاول خصك تشوف ذاك الاعمال، هذوك الاعمال واش فيهم لي كونديسيون باش يتعرضوا ولا لا. لان احنا عندنا لوحات السبعينات، عندنا لوحات الستينات والثمانينات، راه خصك تنمر واحد النظره على لي زون كاترومون ديالهم، تنمر واحد النظره على لي طوال كيفاش عاملين. ما كنقولش بانهم ضرورين، ولكن كتشوفوا ديال لا ريستوراسيون. لا ماشي بزاف، ماشي بزاف، ماشي سي با غراف، ولكن كنقول خصك تشوفهم، لابد من شافوا هيك. ومن بعد تعمل صور فوتوغرافيه ريزولوسيون، وتعمل دي كاتالوج، وتعمل دي زافيش، وتعمل كذلك واحد الفيرنيساج، وهذا الشيء هذا كامل خصو واحد البودجي ولا لا؟ راه ماشي غادي تشبر لوحات وتعلقهم وتكتب فيسبوك اجي تشوفوا المعرض. راه اقل شيء اللي غادي تعمل واحد المعرض تخرج له ان كاتالوج ولا لا؟ اي بالضبط. كي انا كنظن اذا كانت مصلحه غادي يكون عندها واحد الميزانيه وغادي تقدر تنشط. دابا هي واخا عندنا ديك القاعه ديال الاكسبونسيون تيمبورير، ديك القاعه كتستقبل معارض اللي هي واجده. واخا وهو الحديث طويل، حنا غادي ننهيو هذا الشطر الاول من هذا الحوار هذا، وغير نبغي نقول لمن يريد التعرف على مسارك اكثر باللي كاينه واحد المونوغرافيا الخاصه بك لمؤلفها الكاتب والباحث والاعلامي المتالق ومدير دار الشعر بتطوان، صديقنا المشترك شاعر مخلص صغير. وهذه المونوغرافيا كنظن راه عندك تما، لان انا راني دابا الان بعيد على مجموعه كبيره من الكتب ديالي، وريها لنا من الحجم الكبير. فوالا سميتها، زيد طلع شويه سي بوزيد، طلع شويه الفوق، فوالا سميتها بوزيد بوعبيد بوزيد المتعدد والمتفرد، اللي هي طبعا انيقه من الحجم الكبير، وكتعرف المراحل ديال كلها بالتفصيل، اللي هي موجوده في العديد من المكتبات. اذا هنا غادي ندير واحد الاستراحه قصيره تاع واحد جوج دقائق ولا ديك الساعات، غادي نرجعوا نهضروا على الساحه الفنيه وعلى اشكالات فنيه اخرى. اذا نواصل بعد واحد الاستراحه قصيره. قبل ما ندوزوا للمحور الموالي، قلت لي سي بوزيد في الاستراحه اللي كاين واحد التفصيل بخصوص المتحف نسينا ما قلناش، تفضل. النقطه اللي هي مهمه جدا، واللي تارت الكثير من الكلام، وكلام اللي احيانا ما كانش كيعجبني، هو من اختار اسماء الفنانين الذين ستعرض أعمالهم في المركز. فقلت بأن خلال الحديث ديالي قلت بأن وزير الثقافة لما تقرر إصلاح محطة القطار لإعداد مركز أعد لجنة فنية. هذه اللجنة الفنية قلت لك كان فيها كيم غارة، سعد السفاج، والزني، عبد ربه، ومن بعد كان في واحد الوقت حافظ الزواقي، ومن بعد كان مهدي الزواق، فهمتيني؟ فهاد اللجنه هادي اللي هيئت هاد المشروع هذا. فهاد اللجنه هادي هي اللي عملت، هاد الناس هادو كلهم هما اللي عندو لائحه الفنانين اللي غادي يمكن الفنان المركز يقبل الاعمال ديالهم. ف اتصلنا بهم عطاونا الاعمال، ولكن واحد المجموعه ديال التشكيليين اللي ما تعرضاش الاعمال ديالهم حسوا بواحد النوع ديال الحيف،
وطبيعة الحال كاين اللي تكلم كاين اللي احتاج كاين هذه، ولكن حنا او اللجنه كانت، انا كنت حاضر اللجنه كانت منطقيه مع راسها، وعملوا واحد الرابور، عملوا واحد التقرير، وذاك التقرير اللي عملوا به حتى الاسماء الفنانين ورسلوه لوزاره الثقافه، ووزاره الثقافه قبلت عليه، ولحد الان في الارشيف ديال المديريه ديال الثقافه في تطوان، ولا كذلك المديريه ديال الفنون ديال في الرباط، فيه هاد التقرير هذا بالاسماء ديال الفنانين. يعني انا كنت واحد من داك الناس اللجنه، ما كنتش انا هو المقرر بالاسماء ديال الفنانين، هذه دي باش نزولوا اي لبس ايام ونبينوا الحقيقه كيفاش عاملها. ايام فهم فهم هذا التوضيح. دابا الان غادي نمروا لواحد، غادي نستافدوا شويه من هذه التجربه ديالك ومن هذه الخبره ديالك، باش تعطينا الراي ديالك في مجموعه ديال القضايا الفنيه. غادي نبداوها بالفن المعاصر الذي اصبح متواجدا في بلادنا اكثر فاكثر خلال هاد العقدين الاخيرين، وهنا كان يعني بالخصوص بعض الأشكال التعبيرية أو بعض التقنيات، مثلا الانستالاسيون ولا شوية لا بيرفورمانس الفيديو حتى هو. إذا بالنسبة لي أنت بشكل عام، هاد الفن المعاصر ولا هاد التقنيات ماذا أضافت للفن بشكل عام، وما الذي يزعجك في ذلك؟ تفضل. باش نكون واضحين، قبل ما يبدينا النقاش ديالنا قلت واحد الكلمه، قلت انه يجب علينا ان نتطور، يجب علينا ان نسير المستجدات، يجب علينا ان نكون في زماننا. حنا اذا درسنا التاريخ المغربي يعني ما قبل 1912، لاحظنا بان حنا فرطنا في الزمان، وكان الزمان كان كيمشي بواحد السرعه، وحنا كنا كل مره كنجيو كنثبتوا بالماضي. الان التجربه اعطتنا بان يجب علينا ان نسير الزمن ونكون متفتحين على التعبيرات العالميه، خصوصا انا كنعيش في واحد العصر اللي ظهر فيه هذه الوسائط الرقمي، رانا عايشين اللي كنقول المعرض البارح اللي كان في نيويورك ولا برلين يمكن نشوفوه في هذه الساعه دابا نشوفوه، اذا اصبحنا دائما كما كيقولوا اجوا. ف الفن اللي دخل الفن بصفه عامه المغرب من تاسست مدرسه الفنون الجميله الان، وكان واحد كاين واحد كاين واحد التصاعد خصوص من بعد المدرسه ديال الدار البيضاء، ومن بعد ظهروا لي فنانين نايف، ومن بعد ظهروا الفنانين الرواد في الاول ديال الستينات وبقى طالعين، ومن بعد ملي وصلت السبعينات ظهر واحد الجاي الاخر الى اخره، ومن دخلت التسعينات عندهم يظهر واحد الجاي الاخر. فهذا كيتسمى التطور، ما باقيش في مواضعنا كنرسموا النايف بحال اللي كنا كنرسموه في الاربعينات ولا في الخمسينات، ولا بحال اللي كان كيرسم بن علي الرباطي. يعني هذا يدل على ان احنا دخلنا للزمان، فهذه مساله حتميه تاريخيه يجب ان نؤمن بها، اذا ما امناش بها غادي نبقاو راجعين للوراء. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو لما كنتكلموا على الفن الحديث، ولما كنتكلم بخصوص في تطوان في المغرب ولا في، ولكن احسن نعطي مثال ديال تطوان. انا ذكرت قبل معرض الرابع قلت قبل بان كان واحد نقطه مفصليه ما بين الماضي والحاضر، وفي معرض الرابع دار في شمال المغرب ما يسمى دلار كونتمبوران، الوقت اللي تعرض 69 تعرض في جامع الفن اللوحات، هذاك في الهواء الطلق، هذاك كان واخا ما كانوش اعمال كان لار كونتمبوران، كان ليكسبوزيسيون كان هو كان كونتمبوران، بانه خرج من القاعات وبدا كيطالب باشياء اللي هي جديده والفن سيكون الى اخره، كينتقد داكشي الماضي بخصوص اللي كان في الاستعمار والى اخره. فحنا في تطوان في عام 79 عملنا نفس الفكره ولكن بواحد الطريقه اخرى، هو داكشي اللي جالس المرحله ديال الحمايه، وذاك الفنان اللي الاساسيه ديالنا اللي كنحترمهم اللي درسوا في ذاك المرحله واستمرت القاعه ولا حافظوا كضروا مزيان، وكاين واحد الفئه هي اللي كتشوف العمل الفني، واحد الفئه ما كتستافدش منه. حنا بغينا نعملوا بحال واحد البروفوكاسيون، بغينا نعملوا واحد الازعاج، بغينا نعملوا واحد استفزاز باش الناس يسمعوا الصداع ويجيو يقولوا لنا شنو كاين، فهمتوا؟ وبدينا كنعملوا اشياء اللي ما كتعملش. كنعرفوا حنا اللوحه بنقدروا مزيان كتكون معلقه في واحد القاعه محترمه والى اخره، كاين واحد
كاين واحد المسافه ما بين لوحه لوحه، وكاين الاناره، وكاين واحد لامبيونس اللي كدور في هذيك اللوحه باش كترجع فالوريزي. حنا داك الشيء كيقول لك لي فالور كاملين لغيناهم، علقنا اللوحه على السلك، الهواء الطلق، الريح كل لوحه كتبقى ترقص مع الريح، في الليل كطيح عليها السمراء، كطيح عليها الشتاء، كنا كنعرضوا فصل الربيع كطيح عليها الشتاء، والزوار ديالنا شكون اللي كانوا؟ كانوا ناس اللي ما عمرهم ما شافوا شي معارض، لان ملي كتعرض في وسط المدينه في المركز كيجيوك ناس، ملي كتعرض في واحد الساحه شعبيه كيجيو عندك ناس اخرين، بحال ما كانوش كيفهمونا، والاغلبيه كانوا كيقولوا حماق والى اخره، ولكن احنا استفزينا واحد النقاش، بدا واحد النقاش في وسط المدينه. تصور مثلا العمل اللي عملت انا، جيت ما بين جوج ديال النخلات ونشرت واحد الحبل، عملت واحد الحبل ونشرت فيه الحوايج، فكيفاش الحوايج يمكن يكونوا عامل فني؟ او مثلا جاب واحد اخر جاب مثلا واحد الطبيره ديال الماء، واحد القدره ديال الماء كبيره هذيك اللي كتكون في الزنقه ومربوط في هذاك الغراق، نزلك عمل فني. الوزاني عدل واحد الحيه كبيره بالثوب معمره بالبونج وعملها في واحد الشجره، بحال ذاك الحيه اللي كانت في الشجره ديال ادم وحواء اللي كانوا باقيين في الجنه. اشياء اللي هي لان سبحان في الكلاسيكي عند الانسان العمل الفني هي اللوحه، عندها اطار ممتاز في واحد المنظر مزيون معلقه واحد الحيط وكنتملوا فيها وكنتمتعوا فيها. اللوحه ماشي هي ديال الاستفزاز، واللوحه ماشي هي واحد القطعه اللي غادي نوضعها في واحد الموضه وغادي نطيحوا بها وغادي الريح كيلعب بها والشتا كيطيح عليها ومعلقه في السلك، يعني لا حتى هبطت اسفل سافلين. كاين اللي احتاج على هذا الشيء هذا، وكما قلت لك انا كانوا ناس اللي هما كيقولوا هذوك النياطوس، هذوك يعني صبيان مراهقين كيلعبوا الفن، ولكن حنا كنا كنمهدون واحد الحاجه اللي هي جديده، وباش تكملت كما كيقولوا بالدارجه تكملت لباهيه، هي رجعنا اساتذه الفنون الجميله، بحيث حنا ملي كنا كنقراو مع الاساتذه ديالنا كان غير كيدخل الاستاذ كنبقى باحترام، هذاك كيهضر بحال شي قديس كيهضر، وكيبقى واحد الوقت وكيخرج بحالو. حنا بدينا كنبقاو في القسم، وملي كتدخل القسم ما كتبقاش تعرف فين الاستاذ وفين الطالب، الملابس ديالنا بحال الطلبه، حالتنا بحال الطلبه، وكنهضروا بحال الطلبه، واصبحنا ديك جوج ساعات ولا اربعه ساعات اللي مع الطلبه كنبقاو في القسم ما كنخرجوش، متفقين؟ فحتى حتى حتى الطلبه بداو ماشي كيلقاو مسائل جديده، بقى كيلقاو مخاطبين من نفس الجيل ديالهم، لان ما كانش مسافه زمنيه في العمر بيننا وبين ذاك الطلبه، متفقين؟ فهنا بدات كتبدل. في هذا الوقت هذا حنا درسنا واحد المجموعه ديال الناس اللي غادي ما غادي نقولش الاسماء راك كتعرفهم، اللي هما غادي يصبحوا كيدرسوا في الفنون الجميله لار كونتونفور، متفقين؟ اذا حنا كنا قنطره ما بين الحديث اللي كان عند الاساتذه ديالنا والمعاصر اللي كان عند الطلبه ديالنا، متفقين؟ هنا كاين واحد المساله اللي هي مهمه. اذا قلنا بان كاين هناك حتميه تاريخيه انه يجب علينا ان نتطور ونتعامل مع الفن المعاصر، زين، ولكن اللي كيوقع هو الزخم ديال المعلومات اللي كاينه في الانترنت بالخصوص ولا فيسبوك ولا في الوسائط المختلفه، جعلت الطالب ديال الفنون كاين الحاضر والماضي، انه لا يمكننا ان نعيش الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، نظر نظره مستقبليه، بحيث كيف المعاصر والانتاج المعاصر بوحدو غادي الحالي قبل خصك تخدم 10 ساعات وتقرا جوج قلوبه، خاص الفنان باش يشتغل على الفن المعاصر عنده واحد الباكاج ثقافي كبير بزاف، بحيث قبل مثلا كان قال انا مثلا كارافاجيو في الرونيسونس عدل الليل في الزهر ذاك العمل العمل بهرو الان، لا الان خصك النهار ديال العمل. كاين مشكل في الصوت سي بوزيد؟ نعم لا انا بغيت نقول لك انا في معرض الربيع، معرض الربيع كان قنطره، او الجيل ديالنا حنا كان قنطره. لا هذيك سمعناها، جيت لي سمعناها في القضيه اللي كنتو نتوما قنطره تاع الاساتذه تاع الطلبه اللي رجعوا الاساتذه من بعد كيمارسوا. ايوا ايوا لا دابا ماذا ايوا الاشكال دابا
الاشكاليه الاشكاليه الحاليه اللي كاينه عند الطلبه، ماشي الطلبه ديال الفنون الجميله او في المغرب، او انا كنتكلم على الطلبه العالم كامل. كاين بعض الدول اللي وعاو هذه القضيه هذه، بحيث تصور مثلا كاين مدارس في فرنسا اللي كتفرض على الطالب 40 40 المراجع في العام، 40 المراجع ويزور واحد المجموعه ديال المريض في العام ويكتب واحد المجموعه ديال ليزارتيكل. الوقت هذا الفنان خاص باش يعدل واحد الحاجه يكون عنده واحد باكاج كولتيرال باش يقدر يعدل واحد العمل. المشكل اللي كيوقع بخصوص الدول الناميه او الدول اللي ما عندهاش تقاليد اللي هي كبيره بزاف، نتكلم على الدول اللي هي عندها امكانيات، فهمتيني، او خصوص ما كاينش نقاد، ما كاين هذيك الطلبه كيكونوا لا كونتومبورا وكيظنوا بان الكونتومبورا حيت كيمكن له يجمع واحد المجموعه ديال الخيوط، واحد المجموعه ديال الحيطان والاخشاب والزجاج او لا يمشي يجيب واحد الخيار ديال الخني ديال الربع بصله او تحميره وقت الانستالاسيون. فمن باش الانستالاسيون راه ساهل، اي واحد يقدر يخلق واحد الفكره بالحجر والبصله والرمل والبلاستيك والزجاج والى اخره. نتكلم على ذاك الموضوع، هذاك هو اللي صعيب. فالطلبه كيمشيو للجانب السهل. كاين واحد القضيه اخرى، انا كنظن بان هذا الشهاده مزيان ممتاز، وانا كنقول لك في الاول بان ماشي ضده، ولكن الطالب خاصه تكون عنده واحد الفورماسيون، تكون عنده خاصه تكون عنده واحد التكوين، خاصه يكون عنده واحد التكوين يعني تقني جيد. يخدم بالبروس دي بي فيغال كيخدم مزيان، كيتكلم في ليستوار دو دولار، كيقدر الشفير الاستيتيقا، يكون عنده اللغه، يكون كيكتب الى متكامل، ما يبقاش موجه فقط عندك. لان هذا وهذا هو اللي كيضر بزاف ديال الطلبه، كيمشيو للجانب السهل ديال القضيه. انا كنظن بان نسترس اصعب في الانجاز من اللوحه، من اللوحه واسهل انجاز ديالها في نفس الوقت. هي سهله باش نجمع نو كومبوزي، ولكن هي صعبه جدا في الحوار عليها والكلام ديالها والتقديم ديالها. واخا وصلت الفكره. اذا بغيت دابا نمر لواحد السؤال اشمل، نديرو شويه تاع التحيين ولا لا ميزاجور. بغيت النظره ديالك ولا التقييم ديالك حاليا للساحه الفنيه في المغرب، كيفاش دايره، كيفاش كتبان لك؟ نبداو بعدا بالساحه الفنيه في شمال المغرب، وعاد ننتقلوا في المغرب بشكل عام. شنو هي ربما الايجابيات ولا المكاسب، شنو هي الاكراهات، وشنو هي الاماني او الطموحات؟ تفضل. انا اللي عجبني في هذا السؤال ديالك هو قلت لي في المغرب، ما قلت ليش المغربيه. كاين فرق بين الساحة التشكيلية في المغرب وكاين الساحة التشكيلية المغربية. أنا كنفضل في المغرب ماشي المغربية، لأنه إذا قلنا المغربية سيتادير راه حنا وصلنا، عندنا المدرسة ديالنا وعندنا الفنون ديالنا وعندنا أصالة ديالنا. حنا باقيين لحد الآن باقيين في واحد المرحلة انتقالية التي تأخرت، واحد المرحلة انتقالية اللي بدات في الستينات. باقيين كندورو فيها، باقيين ما وجدناش راسنا، باقيين كنبحثوا، باقيين بزاف ديال الاختيارات كتجي وكتلعب بينا كنتبعوها وكنمشيو، وكل مره كنزيدوا في الاختيارات كتزيد تخلط. بحيث الا شفنا دابا الساحه التشكيليه المغربيه فيها كل شيء، داك الشيء اللي كتفكر كامل فيه، وداها من فيها الكوبيزم، فيها السورياليزم، فيها الاكسبريسيونيزم، فيها الفوبيزم، فيها البوب ار، فيها الاوب ار، فيها الابستراكسيون، فيها الفيغوراسيون، فيها الفيغوراسيون ديال المعقول، فيها الفيغوراسيون ديال الكارت بوستال، فيها كاين الابستراكسيون ديال كاين جيومتري، كاين الابستراكسيون ديال الصح، كاين الابستراكسيون ديال التفليه، كاين كل شيء اللي كاين، كل شيء اللي بغيتي كاين دابا في المغرب. كيف قلتي وتعمل دوره في القاعات او مختلفة أو في المدن وغتشوف هاد كل شيء اللي كاين. ف أنا كنرجع هاد الشيء هذا كامل للأسس. واش عندنا دي باز
واش عندنا اسس اللي غادي يمكن يكون عندنا واحد الفن مغربي تشكيل المستوى اللي هو عندنا اسماء عندنا اشجار ولكن الغابة ما عندناش متفقين. فمنين كتبدا هاد الشيء هذا؟ انا غادي نرجع لك للقضيه ديال التعليم. لا احنا غادي نوصلوا لها، لا غادي نوصلوا لها. لا واخا اذا شكون قول لي بعدا قبل ما ندوزوا لهاد المساله نتاع التكوين او التعليم الفني، قل لي في نظرك الساحه الفنيه في الشمال واش عندها شي تميز او لا شي اختلاف على ما هو موجود في المغرب كامل، او لا ما بقاش هذا التمييز؟ انا كنظن اللي كاين في الشمال المغرب كاين في جنوب المغرب. دابا رجع كلشي كيف كيف. في واحد الوقت كان اختلاف، دابا اللي كتلقاه كاين في تطوان، كاين في كازا، كاين في مراكش، كتلقى كاين فنانين اللي درسوا، كاين فنانين عصاميين، كاين نايف، كاين اللي كيخدم لاستراكسيون، كاين كيخدم فيغوراسيون، كاين اللي كيعرض، كاين لاستراكسيون، كاين كلشي. هذا الخليط. وصراحه بعض المرات داك الاشياء اللي ما كتبغيهاش تكون هي فرضه، هي اللي فرضه راسها، فهمتيني؟ يعني في واحد الوقت كان قرانا في الستينات وفي السبعينات كنسمعوا فلان ومعرض فلان فلاني وكنمشيو نشوفوه. دابا كتسمع معرض، ملي كتمشي تمشي المعرض كتبقى شابغي في راسك. معرض عاملين له واحد الاشهار كبير بزاف في فيسبوك، الانترنت، منصات، كتلقى لافيش كبيره بزاف الى اخره. شخص عنده امكانيات ماديه كيعمل هذا الشيء، كيعمل بوم. اللي كتمشي تحضر معرض كتبقى تشوف دجاجات ولا طاحين. اصبح كلشي كيقول هو فنان، كلشي كيقول انا فنان تشكيلي. كلمه فنان تشكيلي رجعت بولغاريزي، ما بقاش عندها داك القيمه ديالها. تصور مثلا كتوضع صوره، كتجيب واحد الانسان اللي هو نايف ورسم واحد وردة ولا واحد ناتور مورد ولا شي حاجة ونشرها في فيسبوك، وقرأ التعاليق اللي كتبوا عليه في فيسبوك، قرأ شنو كيكتبوا عليه، إنها رائعة، إنك فنان كبير، إن يعني التعاليق هذوك راه كيدوخوا داك السيد، كيدوخوا اللي غدا كيجي كيقول لك علاش ما دخلتونيش أنا المتحف، أنا فنان. واش فهمتيني؟ بحيث تخلط الحابيل مع النابل، تخلط كل شيء. وما تجيكش غريبه اذا مثلا في واحد المعرض الانسان عمل المعرض وباع اللوحات بواحد الاثمن ديال الرواد ما يوصلهمش، والله ما يوصلهم، ويطبع لك كتالوج اللي الناس اللي سابقينه ب 20 30 سنه 30 سنه ما طبعوش، ويعمل واحد البوبليسيتي ديال الناس اللي سبقوه بواحد جيبه كبيره، والله ما يعملوا بحال ما بقاش يعملوا بحال. حيت الان تخلطات وزادوا خلطوها. مثلا نعطيك مثال لكريتيك دار، غنشوفوا دابا النقد الفني كيفاش عامل في المغرب. انا كنعقل كنت كنقرا جرائد مثلا ديال الاتحاد الاشتراكي او رير او ديال العالم او في السبعينات مثلا وفي الثمانينات، في السبعينات بالخصوص كنقرا الجرائد دائما كتلقى نهار الاحد بالصحه الثقافيه كاتبين على شي فنان ولا شي نقيد ولا شي محاوله ديال الكتابه على التشكيل. ما بقاش دابا، كاينش دابا، كانوا الناس كتكتب، الناس كيكتبوا، والكتابه يعني في اي معرض كتجبر فيه كتابه. دابا الكتابه، ديك الكتابه خصك ما تثقش فيها، لان هذيك الكتابه ديال المجامله، والكتابه ديال واحد الانسان اللي ما جاش من النقد التشكيلي، واحد الانسان اللي عطاه الله واحد الفوكابولير باللغه العربيه والفرنسيه مزيان كيكتب، كيبقى شعار، كيبقى كيلصق كلمه في كلمه مزيانه وكيدفع. فانا نظن كيخصنا يكون عندنا نقاد، ولكن هذيك العدد داك النقاد واش كافينا حنا؟ ما كافينش، متفقين؟ ما كافينش. كاين واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ديال الناس، سبعه ثمانيه ديال الناس او عشره ديال الناس، ولكن هاد الناس ماشي كافيين. قبل كنا كنقرانا الكتابات، كنقرا اغلبيه كنقرا غير بالفرنسيه، دابا بديت كنقرا بالعربي. ملي كتقرا بالعربي راه كتوصل عند شي ناس اخرين. قبل كانت كتابة النقدية غير بالفرنسية، ولكن رغم هذا باقي كيخصنا النقد الفني، باقي خصنا الناس، لأن النقد الفني هو اللي كيغربل، هو اللي كيوضع كل حاجة في موضعها. ملي كيغيب بداك الدراكي الفن كيصبح كل شيء فنان. حتى هذا موضوع شائك ديال النقد الفني ولا ديال الوساطات الفنية بشكل عام. تحدثتي قبيلات على لاباس، وهنا غادي وصلوا المحور ديال التكوين الفني بالمغرب. التكوين الفني بشقيه العالي
هو اللي مارستي انت بمده طويله، تقدروا نتحدثوا حتى غير بشكل سريع على الشق المدرسي يعني بخصوص في الثانوي، وكذلك كاين عاوتاني الشق التطبيقي والنظري في نظرك الحاله الراهنه اللي عليها التكوين الفني في المغرب، شنو تحقق كذلك، ما هي الايجابيات وما هي النواقص ولا الصعوبات اللي كيواجهها في المساله؟ انا كنظن التكوين الفني اللي ما غنتكلم على التكوين الفني نتبه من القاعده من التلاميذ اللي هما كيقراو في مدارس الاعداديه وابتدائيه وثانويه تما خصهم يبداو شنو كيقراو. كاين كتاب مثلا كتشريه الطفل باش الوالدين ديالو يشوفوا كتاب سميه التربيه التشكيليه، وهذا الكتاب ديال التربيه التشكيليه اللي كيقسم الاول او الثاني الثالث او الرابع، يعني حتى قبل التاسع هاد الكتب هادو كاملين، واش الطلبه واش التلاميذ كيقراو هادو كيقراوهم، واش المعلمين او المدرسين ديالهم كيقراوهم داك الشيء هذاك، واش عندهم اقسام خاصه باش يقراو داك الشيء هذاك، لان كتلقى بزاف ديال اللي كاينين في ذاك المقرر ديال التربيه ما يمكنش يتعملوا داخل القسم اللي كيقراو فيه المواد النظريه ويقراو فيه الرياضيات ويقراو فيه التربيه الاسلاميه ويقراو اللغه العربيه والفرنسيه والرياضيات والى اخره، ما يمكنش يكون ذاك القسم، خصك قسم خاص. راه كاين ادوات كاين خامات الاقسام اللي ما يمكنش يعملها يتعمل فيها، فغالبا المعلمين يكلفوا الطلبه باش يعملوا ذاك العمل هذاك البيت، وملي كتوصل للبيت شكون اللي كيعمل ذاك العمل هذاك؟ ما كيعملوش ذاك التلميذ، كيعملوا خاه الكبير او شيختو او شي ولد الجيران هو اللي كيعدلوا ذاك التمثيل ذاك العمل هذاك، وكيوصل للمدرسه وكيخرج عليه معدل وكيقول لك هذيك هي التربيه التشكيليه. ملي كيوصل باش يتوجه في التاسع باش يتوجه باش يمشي ادبي ولا علمي ولا تكنيك ولا مسائل ديال الفنون التشكيليه، كيمشي لواحد التعليم ماشي في الفنون التشكيليه، الفنون التطبيقيه. هذا التكوين ديال الفنون التطبيقيه شنو ملي يحصل الطالب موراه الباكالوريا شنو هو الافق اللي عنده؟ هاد الفنون التطبيق قبل منا كانت الفنون التشكيليه، الطالب عنده افق كثير، افق الاولى اللي كانت عنده هو اللجوء الى المدارس الفنون الجميله بواحد التقنيه وواحد التكوين اللي هو مزيان. دابا ها هما كيشبروا الباكالوريا الفنون التطبيقيه، عندنا واحد المجموعه ديال المدارس الفنون التطبيقيه في جميع ربوع المغرب من الجنوب حتى للشمال، وهاد الطلبه هادو كاملين لما كيشدوا البلوريا كيلتجؤوا لجوج ديال المؤسسات، المدرسه العليا للفنون الجميله المدينه البيضاء، المعهد الوطني للفنون الجميله في تطوان. 400 ديال الطلبه في تطوان خصهم يجوزوا امتحان باش ينجحوا 40، وكيجوز امتحان الشروط ديالو كلها مزيان كينجحوا 40، وداك 360 اللي بقاو فين غادي يمشيو؟ شنو عملنا لهم؟ فين غادي يمشيو؟ كيلقاو فين يمشيو؟ متفقين؟ فتصور جوج ديال المدارس تأسسوا في الأرض ديال الاستعمار، واحدة في 45 واحدة في 52، هما نفس هما اللي باقيين هذا الوقت هذا. أنا كنظن في المغرب الآن هناك واحد المجموعة ديال الجهات، كل جهة خاصها تكون فيها مدرسة ديال الفنون الجميلة، بداو من الصحراء المغربية حتى لطنجة، كل جهة خاصها بعدك مثلا في الجنوب خص جوج المدارس، وانت طالع مراكش الصويره وجده فيقيق رشيديه تطوان الرباط، فكل جهه من الجهات خصها مدرسه باش يمكن يستوعبوا الطلبه اللي كنعطيهم البكالوريا. اما كنعطيهم البكالوريا ومن بعد 80 فيهم، حيت 40 كيمشيو لكازا و40 تطوان، 80 هما اللي غادي يلتحقوا بالتعليم العالي، والباقي هذاك الالف اللي بقات فين غادي تمشي؟ هذا سؤال، فين غادي تمشي؟ وملي كتمشي دابا نعطيك مثال، دابا اللي كيجي من تطوان هم كيقراو، ملي كيكملوا كيروح الشهاده عندها معادله، ولكن اللي كيمشيو للمدرسه ديال الدار البيضاء وكيقراو 4 سنين كتعطيهم واحد الشهاده اللي ما عندهاش معادله. انا ما كنطعنش في الاداره وفي الاساتذه ديال المدرسه، ناس لا في الاداره ولا في المدرسه ديال الدار البيضاء ناس معقول كيخدموا كيكونوا الى اخره، ولكن ذاك الطالب ملي كيشبر ذاك الشهاده في تطوان كيمكن له يدخل الوظيفه العموميه، يمكن يمشي للقطاع الخاص او العام، عنده واحد الهامش واسع. هادوك اللي كيتخرجوا من المدينه ديال الدار البيضاء الدبلوم ديالهم غير معترف به، خصو يكون معترف به، علاش ما يكونش معترف به؟
واحد المدرسه واحد المدينه كبيره اللي هي مسميه الدار البيضاء مدرسه تابعه للمجلس البلدي، وكتعطي واحد الدبلوم اللي هو غير معترف به. فهمتين؟ فهذه نقطه اخرى خصنا نعالجوها. صديق المدرسه حتى هي ترجع عند اسس ديالها، الاعتراف ديالها بالدبلوم ديالها، وتكون مدرسه كمدرسه ديال تطوان. علاش ديال تطوان؟ عندها ما عندهاش ذاك الامتيازات، رغم ان جوج بهم كيكونوا فنانه اللي هما كيخدموا المغرب، وفنانه اللي كيعطيو الشيء الكثير. فهذه نقطه كذلك مهمه. العدد ديال المدارس ديال اللي كيكونوا فنون تطبيقيه لا يوازيها عدد المدارس المؤسسات العليا التي سيمكتمل. لذلك ما خصناش نكون ديال المدارس في المغرب بدل جوج ديال الطلبه من كل مليون، هذه واحد النسبه اللي هي قليله بزاف. هي على الاقل المهم باش ندوزو للمحور الاخر، ربما بعد التبريرات اللي كيقدموها ناس اخرين، واش في نظرك الى مشينا في هذا التوجه هذا واش ماشي غادي يرجع عندنا ربما واحد العدد كبير ديال الفنانه؟ واش المغرب يعني محتاج او لا غادي يستوعب هاد الفنانه كاملين في نظرك؟ لا غير اسمح لي عاود لي السؤال من جديد، عاود لي لان ما الصوت ما كانش كيوصل مزيان. ماشي مشكل. قلت انا بالنظر لهاد التبريرات اللي كيعطيوها ناس اخرين في هذا الاطار هذا، يعني ما كاينينش مدارس في مختلف الجهات الى اخره، حتى التحول اللي وقع من الفنون التشكيليه في الثانويه ردوها فنون تطبيقيه، ربما بدعوى تاع ملائمه التكوين مع سوق الشغل، يعني ربما الدوله ما بقاتش كتشوف انها حاجتها الفنانين التشكيليين، او لا الا تخرجوا بزاف. يعني واش المغرب قادر يستوعب ولا محتاج واحد العدد مئات او الاف نتاع الفن؟ مئات راهم كاينين، ربما واش محتاج الالاف ولا عشرات الالاف من الفنانين التشكيليين؟ لا دابا هاد الفنون التطبيقيه كتعرفني كتعطينا الناس اللي بيا غادي يمشيو للديزاين. بالضبط تفقين. لا انا كنقول يجب تعليمهم واحد التعليم اللي باش يدخل المعهد العالي للفنون الجميله، وملي يوصل معهد الفنون الجميله عادي يختار. تفقين؟ اما هادي ملي كتعملوا فنون تطبيقيه كتفرض عليه الاختيار اللي بغيتي انت. شو متفقين ولا لا؟ وفي الجانب الفني ما يمكنش تفرض على احد طالب شنو غادي يختار. فنون تطبيقيه خصك تكونوا من متزن اللي يمكن يكون عنده امكانيات باش ملي يدخل الفنون الجميله بعد كيف الامتحان. كنت لاحظت الامتحان اللي كنعملوا لهم احنا في الفنون الجميله، ملي كنعملوا امتحان عند الطلبه بحال اللي جاوا من شي بلانيت اخر، شي كوكب اخر، كيبقاو مع ذاك الامتحان اللي كنعملوا لي موديل اللي كيشتغلوا عليها تقنيا او تطبيقيا عمرهم ما عرفوها ولا شافوها. حتى في ذاك المدارس الفنون التطبيقيه يقولوا لهم الاخوان اللي بغى يمشي يدرس الفنون الجميله راه غادي نعمل لكم دروس باش تجوزوا امتحان في الفنون الجميله، ماشي كينزلوا بحال اللي طيحتيهم في السماء. كيبقاو مطروشين، الطلبة كيعرف يخدم غير في البيسي غير في لي بروغرام، من هو يدخل الفنون الجميلة؟ الفنون الجميلة الأولي عندها الجانب التقني، عندها الديسان، خص يكون عندك الديسان مزيان، عندك لا بانتور مزيان، وعاد ذاك الساعة كاين كتكتب بالفرنسية والعربي مزيان، وقاري عندك معلومات على تاريخ الفن، وواحد الإنسان اللي كيدافع على راسه ملي كتعملوا لانتروتيان كتشوفوا واش هو كيدافع على راسه، واش عنده إمكانيات باش يدخل هذا الفن. إذا خص باش يواجه هذا الامتحان هذا. راه كتعرف نقول لك واحد القضيه، انا قريت الظاهر الخليفي ديال التاسيس ديال المدرسه الاعداديه للفنون الجميله ديال 45، الظاهر الخليفي اللي خرج 1946 خرج، شنو مكتوب فيه؟ اخراج مدرسه او تاسيس مدرسه لاعداد الطلبه لاجتياز الامتحان في المدارس الاسبانيه. شو بس سمعتي شنو قلت لك؟ يعني المدرسه الاعداديه للفنون الجميله الوظيفه ديالها في هذه الحمايه كانت توجد الطلبه باش يجوزوا امتحان اشبيليه، ماشي باش يتعلموا الفن ويقراوا، لا باش يجوزوا امتحان. هيدا مكتوبه في الظاهر الخليفي. اي بالضبط.
وبعلاقة في هذا نعم بعلاقة مع هذا الموضوع هذا ديال التكوين وديال التوجيه. وغادي ننتقل نسولك على الرأي ديالك في وضعية الفنان التشكيلي في المغرب اليوم، يعني الوضع الاعتباري ديالو، الوضع المادي، الوضع الاجتماعي. قلت انت ان في البداية ذكرتي كيفاش النهار اللي مشيتي تختاروا انك التوجيه ديال الفنون التشكيلية، كيفاش الناس او الاباء او المجتمع كان كينظر لهذا التوجيه هذا. الى قارناه مع دابا مثلا التوجيه ارتباطا ماشي غير مع الطلبة او التوجيه، ارتباطا مع الفنانة التشكيليين اللي هما كيمارسوا هذه المهنة بخصوص لما كانوش كيمارسوا مهام اخرى، او لا الوضعية ولا السمعات اللي عنده الفنان التشكيلي في المجتمع ديالنا. لا شوف، في المرحلة أنا كان كل إنسان يقول غادي نكون هاد ولا غادي نكون مهندس ولا طبيب ولا نكون بزاف ديال، كان باقي الدنيا كانت فيها ما يقرا وشواهد والى اخره. وكان كيقول الانسان واش غادي تمشي تقرا فنون جميله ولا تمشي تقرا استاذ مثلا، استاذ غادي تمشي تقرا وغادي يكون عندك واحد، غادي تخدم واحد الخدمه وغادي يكون عندك واحد راتب شهري وغادي تكون مستقر. فنون جميله غادي تعمل؟ غادي ترسم لوحات؟ شكون غادي يشيلهم منك؟ شكون غادي يخدمك؟ هذا في ذاك الوقت، هذا في الوقت. دابا الان لا، دابا الان وقع واحد الرواج ديال الفنون التشكيليه في المغرب، لوحات بداو كيتباعوا. دابا بحال كيتباعوا اثمان مختلفه، كاين اللي كيبيع اثمان هابطه، كاين متوسطه، كاين عاليه. ولكن كاين واحد القضيه اللي نقولها لك اللي وقعت في السنين الاخيره، يمكن نقول لك 15 سنه ولا 20 سنه، بقات كتبدل في المغرب. حنا ملي كنا كنقراو في الفنون الجميله كنا الطلبه الممتازين هما اللي كيمشيو للشعبات الصباغه والفنون التشكيليه، طبعا المتوسطين هما اللي كيمشيو للديكوراسيون، والطلبة اللي هما كانت عندهم صعوبة في الدراسة كانوا كيمشيو للنحت، فالممتازين كيمشيو للصباغة. دابا في هاد الوقت الطلبة الممتازين هما اللي كيمشيو للديزاين، والطلبة اللي كيمشيو للفنون هما الطلبة اللي كيكون حاجة كبيرة جدا لتحدي الزمان. علاش؟ لأن ملي غادي تخرج، انت تخرجتي من هاد الوطني فنون جميلة، عندك واحد الشهادة ديال آغ ديال الفن فنون تشكيلية. أول حاجة شنو كيخصك؟ كيخصك واحد لاتولي، خصك واحد المرسم فين ترسم، متفقين؟ ماشي غادي تبقى ترسم بزاف، فين غادي تعملو؟ غادي تمشي لوالدين ديالك تقول لهم الوالد عطيني واحد فيها المرسم. وأغلب الطلبة طلبة عائلات متوسطة أو الضعيفة اللي كاينين فنون جميلة. هذا اول مشكل كيتطرح. المشكل الثاني كيتطرح هو انه باش يبيع اللوحه ديالو كيخصو يشتغل واحد العام ولا عامين ويتحرك ويطلع في السما وينزل تقريبا، لان انا ملي دخلت بارت في طون كاين خمسه الفنانه في هذا الوقت، هذا كاين 500 ديال الفنان، كلشي كيقول هو فنان. تجبر غابه الفنان وكيخصك تخلق معاهم واحد لا كونكورونس واحد التنافسيه باش تفرض راسك. شنو كيقول الطالب؟ كيقول انا غنمشي نعمل ديزاين، ملي كنكمل ديزاين كنمشي عند شي بواط عند شي شركه او عند شي مطار ديال الديزاين، كي شهر مورا التخرج ديالو كيمكن له يكون كيخدم وعنده واحد الراتب في الجيب ديالو، هو مرتاح ديالو والوالدين ديالو مرتاحين منه. حتى تبع فن تشكيلي بحال داك شجره الزيتون 5 سنين 10 سنين تعطيك الزيتون في واحد المكان اللي فيه تنافسيه كبيره. ولهذا كنلاحظ دابا في الفنون الجميله كتبقى كتلقى واحد 60 و 65% الطلبه كيمشيو للديزاين، واللي كيمشي للاخ وكيمشي للبي دي. هي القضيه اصبحت معاكسه. قبل كانوا الطلبه اللي كيمشيو للديزاين هما الاقليه، واللي كيمشيو للصباغه والتشكيليه كانت هي اللي. علاش؟ لان الفن اصبح صعيب تعيش فيه دابا. كاين هذا الرواج الفني اللي كاين اصبح صعيب، وكل مره كيزيد يصعب. وشكون اللي صعبه؟ صعبه هو تخلطات الدنيا بزاف، تخلطات بحيث مثلا كيفصلك في الكتالوج، كاين واحد المعرض معدل بكتالوج، كتلقى أغلبية فيهم ناس مستوى ما واحد جوج ولا ثلاثة الناس اللي كتلقى عندهم مستوى، أما الباقي المستوى ديالهم مبتدئ، وماشي كل واحد كيوضع راسو في المستوى
اللي هو كيقول انا كنستحق، انا مثلا عندي واحد المستوى خصني يكون في واحد الرتبه وانا عندي واحد المستوى. لا، كتبقى كل شيء مخلط وكل شيء كيدعي، وتخلطات تخلطات وهاد هاد هاد التخليطه هذه كان كيخصها شي منهجيه ديال العمل باش الامور باش تنظم وترتب، ما بقاش غير هيدا. وكان ونقول لك واحد القضيه، كاين قاعات حتى هما كيساهموا في هذا الشيء، هذا كاين دي كوميرسون دار حتى هما كيساهموا في هذا الشيء، هذا وهذا خلات السمسار دخلت فيه بزاف ديال الامور، دخلت فيه حتى واحد الاشهار، دخل فيه حتى الاشهار اللي هو عنده مصالح، وحتى هاد الوسائط الالكترونيه الجديده تعيقلات. وهادشي ما بقاش غير في التشكيل، اتونسيون، بقى شي في التشكيل، شي بقى في الشعر، وقع في الموسيقى، وقع في الادب، وقع في المسرح، كل شيء، رجع كل شيء مخلط. قبل كنا كنسمعوا فلان وفلان ينهضوا الهوى احتراما وتقديرا. دابا انا كنت مثلا في المجال ديال السينما، بزاف الناس كيعملوا السينما، بزاف الناس كيعملوا الاغنيه، بزاف الناس كيعملوا الموسيقى، كل شيء اصبح الميدان مفتوح. حقيقة مفتوح مزيان، ولكن عاود مفتوح بزاف راه كيخسر كل شيء. فين فهذا هذه انا كنظن هذا الشيء هذا كامل هو ذاك المرحله الانتقاليه اللي حنا باقيين فيها. ما غادي نقول لكش الا رجعات سيئه، لا، حنا باقيين في المرحله الانتقاليه، لان هذه المده الزمنيه ديالنا مده غير كافيه. ونقول لك واحد القضيه اخرى، حتى الفنانين اللي كانوا في الستينات شدوا البيبان مزيان، هذوك الفنانين الرواد الستينات كانوا شادين البيبان مزيان. حنا ملي جينا راه جونا مارد الربيع كانت واحده من الاسباب ديالو هي ديك البيبان المشدوده. بالحق ملي بداو كيدعوا بداو كيكبروا في السن وبداو كيشبروا الطريق والى اخره، ديك الساعات فتحت ذاك الباب وتفرقعات. وكان مثلا في المرحله ديال الرواد كان كتفتح الباب بطريقه اللي هي متزنان شباب والى اخره، كنا ما غنشوفوش هذا الشيء. هذا راه كانوا شادين من معقول باش تدخل معاهم، وداك الشيء راه كانت صعيبه بزاف. كان عندهم الحق وما كانش عندهم الحق فيني بعض الحاجات، ولكن كنقول ان هذا الوضع اللي هنا فيه ماشي وضع سيء، هذا وضع عادي جدا، لاننا لازلنا في مرحله انتقاليه التي طالت. هذا النت اللي كيشوش حتى على الجمهور الواسع اللي ما كيفهمش بزاف في الفن وما كيميزش بين هذا عمل فني مزيان وهذا لا. كنتمناو نكونوا بواحد القسط معين ساهمنا شويه في هذا الاغناء ديال الثقافه الفنيه ديال الجمهور الواسع. اذا غادي ننتقلوا من ذاك الوضع العادي اللي هضرتي لي عليه لواحد الوضع اللي هو استثنائي وغير عادي، ما غاديش نطولوا فيه بزاف، وهو ديال هذه الفتره ديال هذا الوباء ديال كورونا لاحفظ وديال اللي صاحبها الحجر الصحي. نعم. قلنا باختصار، نعم، كيفاش عشتي هذا الحجر الصحي؟ وإلا كان شي لمحة على برنامجك اليومي، واش كنت كتخدم في النهار ولا في الليل؟ وكذلك شنو هي السلبيات ديالو اللي هي عديدة، ولكن كذلك ربما شنو هي الإيجابيات ديالو؟ تفضل. السلبيات الأولى ديالو هو مثلا الحجر الصحي ما خليش الحريه نمشي للمرسم ديالي، يعني باش نشتغل خصني نمشي للمرسم، والحجر الصحي كيمنع بالخروج الا لغايه ضروريه، غايه ضروريه معروفه حسب ذاك الورق اللي كيفرقوا. وكنعرفوا حنا كل شيء تشد، لان التجاره والصناعه والى اخره والحوانت كل شيء تشد، حتى حنا شدينا الفضاء ديالنا. اذا هذه نقطه جيده وسيئه في نفس الوقت. سيئه لان ما كانش لاتولي، اذا هي انها قد استفدنا بزاف نخدموا بطرق اخرى، طرق اخرى. هو الامكانيات اللي كاين في البيت، لان اذا غادي تبقى تصباغ في البيت راه مشات الدار، اذا خصك شي حاجه اللي هي ملائمه بخط اللي هي جديده. بالنسبه لي انا هاد فيلمو او هاد اللي تعمل جعل نكون داخلي مع راسي، ما بقاش الشخص اللي هو متنقل الفنون الجميله مركز كليه
المرسام الى اخره، رجعت واحد الموضع واحد، ملي كترجع في واحد الموضع واحد كتمركز كونسطرا كتبقى ترفع واحده مع تعتبرا تامل في الحلقه اسمحوا بالتامل. هنا عندك كيف كاين دابا واحد المشكل في الصوت سي بوزيد؟ قالك عام كان واحد المشكل في الصوت، قلت لك على الحجر ساعدك على التامل ياك تفضل. يعني الامتياز الاول هو التامل، الامتياز الثاني هو نظمت بزاف ديال الاشياء ديالي. صور المكتبه كان عندي فيها الفوضى وبزاف ديال الكتب، كان اللي قريت منه الربع، كان اللي قريت النص، كان اللي باقي ما قريتوش الحسابات، مع داك الشيء كامل صفيت معاه ورجعت مستقر. حتى في الدار كيقولوا لي دابا عاد بقينا كنعرفوك وكنشوفوك. وكاين واحد القضيه اخرى، حيت الحلقه شادو رجعت عندي واحد الحي كبير بزاف، عاد صباح حسنت رجعت بحال طاغور الصباح حسنت. هذا الشيء كامل عنده امتيازات. وشنو بقيت عليه كنقدر نشتغل ونخدم على قلم الرصاص والوراق، هذا هو اللي سمح لي نخدم به في البيت. هاي ظهرت واحد التقنية جديدة ما كنتش كنشتغل عليها، كنت نشتغل على الصباغة وريسوكلاج وساق واللوحة والطابلو. بديت كان عندي غير واحد الطرف لوح فيه واحد الورقة وكنرسم بقلم الرصاص وانا هاني مع راسي. والمواضيع اللي كنت كنرسم كان مواضيع عندها علاقة بهذه الجائحة، ماشي في المغرب، في العالم، بحيث جميع الرسومات اللي عملت كاملين فيهم الكرة الأرضية، والكرة الأرضية كل مرة مرسومة بواحد الطريقة، والكرة الأرضية رجعتها هي داك الفيروس ديال الكورونا فيروس، هي يعني تخرج منا داك السنان داك التيجان ديالها خرج لنا. وكل مرة كنبدل الموضوع، وعملت موضوع ديال الأطفال، موضوع الشيوخ، موضوع ديال الشباب، كل مرة كنعمل. ولكن اللي اشتغلت عليه بزاف هي أول واحد الموضوع عاودته جوج المرات، هو الموضوع ديال الشيوخ وكورونا فيروس. علاش؟ لأن في البداية في شهر ديال مارس حتى في الأول ديال أبريل تعملت شي مسائل بالخصوص أوروبا غير إنسانية مع الشيوخ، بحيث وصل واحد الوقت ملي كيجيك واحد الإنسان عنده 40 سنة وآخر 70 سنة كتضحي بهذاك 70 سنة. هادي وقعات بالخصوص، وقعات في أوروبا، ما نقولش الدول اللي وقعات فيها ولكن وقعات. وكاين اماكن في اوروبا اللي كانوا فيها دار العجزه، الناس اللي كانوا كيخدموا منهم هربوا وخلاوهم، ماتوا 20 في واحد الدار ديال العجزه ديال الشيوخ. وصباح الانسان فقد القيمه ديالو، واصبح بان داك الاجداد اللي بناو الحاضر بينا كنفرطوا فيهم. فهاد الكلام ما بقاش دابا كيتكلم، ولكن في البدايه كان هاد الكلام هذا اللي بدات ديك الالوفات المؤلفه بخصوص ايطاليا كتمرض، بدا كيجي واحد الانسان عنده 80 سنه اخر ولا 30 سنه كيداوي هذاك اللي عنده 30 وهذاك 80 سنه كيخليوه، متفقين؟ علاش؟ لان هذاك شاب وباقي غادي يخدم الاقتصاد والبلاد والى اخره. هذه وقعات، هذه وقعات، هذه المسائل اللي اثرت عليا واشتغلت عليها جوج ديال الهندسه، وعدلت جوج عدلت رسومات اخرى بمواضيع مختلفه. يعني المواضيع اللي خدمت كامل من 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 20 مارس حتى دابا كامله كانوا داسا اللي عندهم علاقه بكورونا فيروس، قلم الرصاص والوراق. يعني دابا اللي كان في الوضعيه بحالك وكيعرف يدير غير انستالاسيون ما كان عنده مشاكل ما يدير. لا هذاك غادي يبقى على يهز السدادير ويعلي جبد الزرابي ويهبط الضوء الارض والعوال خلص ويعمل انستالاسيون مزيان. انا نحتاجو كنقول لك تعمل بالانستالاسيون. واخا دابا في التوقعات ديالك ما بعد كورونا ان شاء الله نخرجوا من هذه الجائحه باقل الخسائر ان شاء الله، في نظرك ماذا سيتغير في الوسط الفني؟ نهضروا على المغرب اللي كنعرفوه اكثر، وشنو هي سوف لا يتغير اي شيء. وشنو هي الدروس اللي يمكننا نستخلصوها من هذه التجربه؟ شوف غير ترجع الحياة العادية، احنا عايشين فوق ديال الجري، واحد العصر ديال الاستهلاك، ولا ما كرهناش الجري، كي غير غادي تستقر هادشي من واحد العام، أو غادي نرجعو كيما كنا، ما كاين غير الجري، غادي تبقى واحد الذكرى. شنو هو الأشياء اللي غادي نستخلصوها اللي هي مزيانة؟ وحنا في واحد الوقت الإنسان كنا كنظنوا باننا امتلكنا الكون وامتلكنا الطبيعه، كان كلشي كيظهر لنا صغير بزاف، وصلنا
وصلنا للقمر وصلنا للكواكب واخترنا العجائب والإلكترونيات العجائب تيب فيه 2 مليمتر في شحال تديروا على بعد غادي يخرجوا الواحد خرجوا الواحد انت فيروس وصافي وحنا عندنا لابوراتوار كاين واحد هاد كورونا فيروس صغار ورجعتنا من الحقيقي ديالنا حتى ديك الدول العظمى رجعوا هما كيعانيو هما الاولين اللي كيعانيو اكثر كيقولوا لها انت تنامي يعني كثر تقطع الصوت بزاف معليش اذا بقاو لي غير واحد جوج اسئله باش نختم اسئله قصيره الاولى الاول كي هما قبل الاخير عليك انت لان كنتشوفوا بشكل اسبوعي شي مرات كنتشوفوا يوميا او عده مرات في اليوم على حسب الظروف في الايام العاديه وتبارك الله كنشوفك ديما شباب كنشوفك شباب يعني بدني فيزيكمون مع كثره الانشطه عندك وكثره التحركات وهذا وعاوتاني كذلك حتى في ليسبري ديالك اللي كيحسك معاك عن قرب حتى في ليسبري ديالك كيلقاك يعني انسان اللي باقي جون بغيت نسولك يعني شنو هو السر في ذلك السر في ذلك اول حاجه هي الرياضه انا ملي كنت باقي في الدور طلعت نادي السباق والفجري ومن النهار كيتقطع الصوت السي بوزيد كيتقطع عاودنا هذه الفكره هذه قلتي من بعد الرياضه قلت لك ملي كنت خرف الثاني قبل حق فيديو المراهق كنت شاري كجري نكون مزيان هذاك الجري اللي كنت جعلني نجري كامل دراسي ومن بعد بقيت كنت كنمشي لمارتين بالجري ونجي كنهبط في مارتين تطوان كنطلع من الزرقاء عندي 10 12 15 كيلو تحت السلام عليكم بقيت هذاك كنجري دابا لحد الان لحد هذه واحد اليومين ناري لا كنضرب 5 10 30 كيلومتر كنطلع من الزرقاء بالخلفه ونرجع بقين دابا عندي ساعه ونص ساعه 4 ساعات ديال الخلفه بحال السلام عليكم والخصوص فصل الرابع في الصيف كنقص بحيث بقيت دائما الجسم ديالي كيطاوعني وقضيه اخرى هو الناحيه الغذائيه كناكل بالقياس وكناكل الماكله اللي ما فيهاش بزاف ديال اللحوم كناكل الفواكه بزاف الى اخره ونقطه اخرى كنعتبر الناس كاملين طلبة أو زملاء أو اللي كان كنعتبرهم كاملين أصدقاء ديالي وإخوان ديالي وكنقول بأن الإنسان اللي كيعيش في المرح الإنسان اللي هو الصحة ديالو غتبقى جيد والمخ ديالو غادي يبقى جيد وغادي يبقى عنده أصدقاء اللي هما عزاز أو عنده أو عندهم تعزيز مثلا دابا هاد 40 سنة اللي يدوس الفنون الجميل انا قلت لك عندي 40 سنه اصدقاء طلبه ماشي في طلبه اصدقاء بغيت تقول لهم فلان يقول لك فلان راجل مزيان الى اخره وكنتعامل معاهم بحال ولادي ولا كان شي واحد كنعاونو المهم ما عمري ما كان ظهر القباحه المهم كنسهل وكنعرف كاين الظروف ديال الانسان والانسان ما تعطيه قيمه هو باقي صغير باش ملي تكبر نتا عاود يعطيك قيمه المهم احنا ابناء الطبقه المتوسطه وكنا عايشين مع الفقراء ومع الاغنياء وحتى حنا كنا محرومين في واحد الوقت وساعدونا الناس وحنا عاود كنساعدوا الناس يعني عشنا في كما كيقولوا عشنا مع الشعب وفي الشعب عشنا مع البيبل فهمتيني وعارفين شنو كاين في الدنيا وهذا الشيء اللي كاين في الدنيا باش تعيش مزيان مع راسك وباش من تواضع نعم وباش نختموا هذا الشيء باش نلخصوه باش نختموا انطلاقا من هذا الشيء اللي قلنا وانطلاقا من التجربه ديالك الغنيه شنو هي النصيحه اللي يمكن لك تعطي للشباب سواء الفنان الشباب او لا اللي الطلبه او لا كاع ربما التلاميذ
اللي باغيين يتوجهوا في هذا يختاروا هذا الميدان هذا. شوف غادي نقول لهم هذا الميدان هذا ماشي بحال واحد الشجره اللي كتغرس هذا العام العام اللي ماشي كتعطيك الثمار. الشجره هذه خصك تغرس هذا العام وتخدمها واحد المده طويله باش تعطيك الثمار. هذا الاساس ديال ما كيبغيش الانسان المعكاز وما كيبغيش الانسان المنطوي. هاد الميدان هذا كيبغي الاصرار، كيبغي الاصرار والنوض والطيح وتنوض. فالحاجة اللي غادي نقول لهم هو الإيمان بالشيء. إذا أمنت بواحد الشيء توصل، ولكن ملي كنقول ملي كتأمن به ساعة كتدخل الإصرار. إذا ما أمنتيش بواحد الحاجة ما عمرك ما توصل، وإذا أمنتي بها وغتكون في السماء السبعة غادي توصل لها. تفقين؟ هو ميدان شيق جميل وصعب، جميل وصعب، ولكن انا قلت لك الاصرار والايمان وما يامنش الانسان بالكسل وبالاتكاليه ويشتغل. هذا اللي عشت انا وطبقته، وانا ما وصلتش لشي مستوى عالي جدا زعما، ما ماشي شي واحد ماشي فنان كبير انا، ولكن مع راسي انا كبير. عرفتي شحال كبير؟ مرتاح مع راسي وحيس سعيد، وملي كنزل راسي على المخده كنمشي في سبات عميق. ايوا نتمناو لك مزيد من العطاء ان شاء الله، ومزيد ان شاء الله من الابداع. كنشكرك سي بوزيد على هذه الدردشه والحوار الشيق والجميل. كنعتذر لك ولا حتى الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو على ربما بعض القطاعات في الصوت شي مرات. لان اجي اسمح لي شحال ديال الوقت عملنا؟ شحال ديال الوقت عملنا؟ وهذه راه فيه اكثر من جوج ساعات. مزيان راه ما عندك. بغيتي شي جوج ساعات اخرى غداهم نجلس انا وياك. ها ندخلوا في موضع اخر. ايوا ندخلوا في التفاصيل. كنشكر. ندخلوا في التفاصيل. مازال لنا ان شاء الله، مازال ان شاء الله يكون عندنا لقاءات اخرى وحديث ونقاشات مطوله كيف ما العاده. كنشكرك وكنتمنى لك عواش مبروكه وعيد مبارك سعيد، والى اللقاء ان شاء الله. انا كنشكرك على الاصرار ديال جميل والاصرار والشخصيه ديالك اللي هي سنسيبل وكتنضج الاشياء على كما كيقولوا على نار هادئه. باقي انا شويه مزروب عليك انت كتجيب لا تعليق، ولكن الخطوه كتنزل في مقطعه. هذه الحياه حتى هي مزيانه ونتمنى بعد. عندي هاد لابيش فهمتي. هذا هي النقطه القوه ديالك، هي داك لا باسيونس هي اللي عندك. لان اللي كيجري بزاف عندهم ما يعملش خطا، حق اللي كيمشي بلاتي وكيفكر جوج المرات ما كيعملش الاخطاء بزاف. وكنحييك. شكرا على هاد القصاره. شكرا لك على هاد الكلمات الطيبه. ومادام هضرتي على هاد الشيء هذا، الا بغينا تقييم ديالك لهذا الحوار قبل ما نساليو، التقييم ديالك كيفاش داز على العموم بغض النظر على المشاكل التقنيه يعني. لا شوف كتعرف الحوار فين كيبان مزيان ولا ماشي مزيان ديك الاشخاص اللي كيكونوا كيتحاوروا. ملي كيكونوا كيتحاوروا جوج الناس اللي الخط مطلوق بيناتهم كيهضر الانسان من قلبه ومن عقله. العقل ملي كيكون واحد ديك التيار ما كاينش بينهم كتخرج شي حاجه معوجه. انا نهضر مع فؤاد نذوق مع راسي. ولهذا انا قلت بزاف ديال الصدق ولا مزيان حتى انت عاود زيدتي داك البيت يخرج مزيان. كاين واحد القطاع ديال الصوت دابا في هذا التالي هذا، كان واحد القطاع ولكن كنظن راه الفكره واضحه. وما نزيدش نطول عليك، كنشكرك ونتمنى نتلاقاو عن قرب يعني في ظروف افضل ان شاء الله من يفوت هذا الشيء هذا. يلا تحياتي. شكرا جزيلا. تحياتي. تبقى على خير.
سلامة.